فيديو، اشغل الفيديو يا غادة. استاذة اتفضلي غادة اشغل اتفضلي الفيديو. اتفضلي. دكتورة إيمان، ممكن حضرتك تشغلي الصوت بتاع الفيديو؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في شعبة البحوث البيطرية، المركز القومي للبحوث، وحدة المؤتمرات. أهلا بحضراتكم ووجودكم معانا النهاردة، وطبعا بنرحب بالأستاذ الدكتور مجدي إبراهيم. ودلوقتي هنسيب الكلام للأستاذة الدكتورة منى سعيد، رئيس شعبة البحوث البيطرية. دكتورة منى، اتفضلي حضرتك بالكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. استمرارية دايما بنجي لكم بالجديد والمفيد لحضراتكم. وكنا الصوت مش واضح؟ الصوت مش واضح دكتورة إيمان؟ الصوت مش واضح يا أستاذة غادة. الصوت واضح كده يا جماعة؟ لا واضح يا دكتور، واضح يا دكتور، اتفضل. واضح يا دكتور مرة تانية. وإحنا دايما بنجي لكم بالجديد والمفيد للسادة الباحثين والسادة المهتمين بالبحث العلمي واللي بيعمل ماجستير واللي بيعمل دكتوراه. أهلا وسهلا بحضراتكم، وبنتهز الفرصة دي إن إحنا نرحب بدكتور مجدي إبراهيم. أهلا وسهلا بحضرتك، وشاكرين لسعادتك جدا جدا على مجهودك ووقتك، وده إن شاء الله في ميزان حسناتك، لأن دي صدقة العلم. وإحنا بنتشرف بوجودك معانا يا دكتور. إن شاء الله حضراتكم تبقوا مبسوطين جدا بهذه المحاضرة، لأن دي هتبقى من أول ما بتفكر في البحث العلمي، من أول ما بتقول أنا عايز أعمل شغل البحث العلمي، فلازم بتشوف أنت هتعمل الحاجات بتاعتك إحصائيا إزاي. بصراحة ربنا إدارة المركز بتوفر لنا هذه المنصة. بنشكر لإدارة المركز أستاذ دكتور محمد هاشم والإدارة الكريمة. بنشكر وحدة المؤتمرات اللي إحنا دايما تعبينها معانا، على رأسهم دكتورة هبة. أيضا بنشكر دكتورة نادية المنسق العام لويبينارات الشعبة، وبنشكر دكتورة إيمان الدسوقي الكوردينيتور. وأهلا وسهلا بحضراتكم. وأنا اعذروني بس إحنا كنا في مزرعة الشعبة، وإحنا جايين في السكة على القاهرة دلوقتي، فاعذروني إن أنا بكلمكم يعني من العربية. وإن شاء الله إن شاء الله تستفيدوا من هذه المحاضرة. واحنا حبينا ان احنا نعرفكم بالشعبه في الفيلم القصير الصغير ده، لكن للاسف الصوت ما ظهرش. لكن اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتوره منى. دايما حضرتك كده يعني مشجعه البحث العلمي ومشجعه لشعب البحوث البيطريه، ودايما انجازاتك يعني ما حدش يقدر يتكلم عنها. سعدنا جدا بوجود حضرتك رئيس الشعبه، ونتمنى دايما حضرتك تكوني في نجاح وتقدم وسعاده يا رب ان شاء الله. دلوقتي الدكتوره ناديه هتكون معانا ان شاء الله. هي المنسق العام لويبنارات شعبه البحوث البيطريه. دكتوره ناديه اتفضلي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في الويبنار الدوري لشعبه البحوث البيطريه. وبعدين احنا النهارده فعلا اخترنا موضوع مهم جدا جدا جدا. انا بشكر الدكتور مجدي، انا حضرت له محاضره، فحقيقي حقيقي بالرغم ان انا كبيره في السن وبحث علمي كتير، لكن استفدت من المحاضره دي، فحبيت ان انا الزملاء كلهم يستفيدوا نفس الاستفاده. حقيقي حقيقي طريقه القاء رائعه، كلام مهم جدا. الصوت قطع يا دكتوره ناديه. الصوت قطع كده؟ اتفضلي. لا كده تمام، كده سامعين حضرتك، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في الويبينار لشعبة البحوث البيطرية. وإحنا النهاردة اخترنا لكم موضوع مهم جدا 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 بيهتم بيه جميع الباحثين والريسيرشر والرسائل العلمية.
أنا حضرت للدكتور مجدي محاضرة فلقيته يعني بسم الله ما شاء الله طريقة إلقاء رائعة، معلومات قيمة جدا جدا بطريقة مبسطة، فحبيت الاستفادة تكون عامة لجميع الباحثين مش في المركز القومي للبحوث لكن في الكليات والجامعات وكده. فنتمنى ليكم إن شاء الله إن شاء الله استفادة جامدة، ومتشكرين جدا يا دكتور مجدي، وإن شاء الله عفوا يعني أضفتيني. ده حقيقي، لا ده حقيقي والله، يعني ليك كل الشكر والتقدير، حضرتك ما تأخرتش خالص مجرد ما طلبنا من حضرتك، فيا رب إن شاء الله يفيد بعلمك ويجعله في ميزان حسناتك يا دكتور يا رب. ربنا يعزك. شكرا، الله يخليك يا دكتور، وإن شاء الله محاضرة مفيدة وقيمة لجميع الباحثين، شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتورة نادية، وشكرا لحضرتك وتنظيم يعني وانك عملتي تنسيق للندوة رائعة زي دي بالتواصل السريع مع دكتور مجدي، واحنا متشكرين لحضرتك جدا، ودايما يا رب ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك. شكرا دكتورة منى، شكرا يا دكتورة نادية، مع تمنياتي لشعبة البحوث البيطرية دايما بالنجاح والتفوق. أكيد الشكر لرئيس المركز لأنه أتاح لنا الفرصة دي بوجودنا النهاردة، وكل الشكر والتقدير لوحدة المؤتمرات في المركز، وحدة رائعة الحقيقة، من كل التنسيق والتنظيم اللي بيعملوه معانا مش بيتأخروا أبدا. النهاردة هيكون معانا في ويبنار اليوم الأستاذ الدكتور مجدي إبراهيم، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة. هو دكتور مجدي الحقيقة السي في بتاعه يعني كتير، يعني احنا مش هنقدر يعني نقول كل حاجة، بس هنقول حاجات بسيطة يعني من بحر علم حضرته. يعني هو مدرب دولي معتمد في معهد التطوير الإداري ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية، مدير وحدة البحوث والتكنولوجيا المعلومات والإحصاء الطبية الحيوية في مركز تطوير التعليم الطبي كلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. هو أيضا مدير برنامج دبلوم الإحصاء الحيوي المهني مركز التطوير والتعليم الطبي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. هو أيضا مستشار علمي لوحدة البحث والإحصاء الحيوي بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان، ومدير برنامج الإحصاء الحيوي للدراسات العليا بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان أيضا. هو عضو اللجنة التوجيهية للدبلوم العربي في الإحصاء الحيوي المعهد العربي للتطوير المهني المستمر في اتحاد الأطباء العرب. إحنا طبعا بنرحب جدا بالدكتور مجدي، سعداء جدا بوجوده معانا النهاردة، ربنا يا رب يوفقه دايما ويجعله دايما اللي بيعمله في ميزان حسناته. قبل بس ما هسيب حضراتكم مع دكتور مجدي، شوية معلومات عن الشهادات. هيكون في 2 لينك في نهاية الويبنار. اللينك الأولاني حضرتك هتسجل فيه اسمك، هتكتب اسم حضرتك زي ما انت عايزه في الشهادة، لو حابب تحط لقب حط اللقب اللي حضرتك تحبه، زي ما هتكون هتكتب زي ما الشهادة هتطلع إن شاء الله. الرابط التاني بعديها على طول، الرابط ده حضرتك احتفظ بيه لأن كل الشهادات هتنزل عليه. كمان لو حضرتك حابب تسأل، معذرة، لو حضرتك حابب تسأل أي سؤال فده هيكون في الشات، ابعت في الشات، احنا الشات مش بابليك لكن احنا بنشوف الأسئلة في نهاية الساعة الأخيرة. هنفتح الشات إن شاء الله بحيث إن حضراتكم لو عايزين تقولوا أي طرحوها، لكن ده متاح طول الويبنار، ممكن تبعت في أي وقت واحنا هنشوف. جاي وجودكم معانا، ونتمنى ليكم ان شاء الله يعني محاضره ممتعه ولحضراتكم جميعا. اهلا وسهلا دكتور مجدي، اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيشرفني ويسعدني اني ابقى مع حضراتكم النهارده في محاضره من محاضرات الاحصاء الحيويه في البحث العلمي البيولوجي ان جنرال. وطبعا اشكر الدكتوره منى، الدكتوره ناديه، ودكتوره ايمان على دعوتهم الكريمه ليا واتاحتهم الفرصه ان انا ابقى مع حضراتكم. ان شاء الله احنا يعني هنتكلم النهارده على موضوعين
مهمين جدا في البحث العلمي، موضوع الداتا بريباريشن وموضوع السامبلينج ان ريسيرش. انا بس هستأذن حضراتكم اني هقفل الكاميرا علشان احافظ على الستريمينج بتاع النت، يعني عشان ربنا يسهل ومحدش يحس ان الصوت بيقطع، فبعد اذنكم انا هقفل الكاميرا. غير خافي على حضراتكم أهمية الإحصاء في الريسيرش عموما، لأن هو ده الطريقة اللي بنقدر نثبت أو ننفي بيه كوانتيتيفلي الهايبوثيسيس بتاعت الريسيرش بتاعنا. الحقيقة الإحصاء خدت خلال الكام سنة اللي فاتت منحة خطير جدا في الانترناشنال بوبليكيشن. الانترناشنال جورنالز نفسها دلوقتي بقت بتهتم اكتر مما كان من 10 سنين بالاحصاء وبتفاصيلها، ازاي اتعملت، ايه الميثودز اللي اتعملت بيها، وهل دي البيست ميثودز ولا لا. الكلام ده بقينا بنشوفه، مش هقول لكم سنه عن سنه، ده شهر عن شهر بتطلع ريكومنديشنز جديده، تطلع جايد لاينز جديده من الانترناشنال كوميتي اوف ميديكال جورنال اديتورز، وهو اعلى كوميتي موجود في البيولوجيكال فيلد، وكل الفيلدز اللي لها علاقة بالبيولوجي بتتبع هذا الكوميتي، لأن هو كوميتي كبير جدا، في كمية كبيرة جدا من الإديتورز وكل الببليشرز تقريبا اللي في العالم كله. فأصبح دلوقتي لزام على كل باحث إن هو يبقى فاهم ولو البيزكس، لأن الحقيقة الأخطر في العلم كله هو البيزك. الحاجات الادفانسد هتلاقوها دايما مش كل الناس عارفاها، وفيها اختلافات وفيها كونتروفيرسي وفيها وجهات نظر، انما الحاجات البيزك الحقيقه مش هتلاقوا عليها اي اختلاف، واي حد هيقع في معلومه بيزك ممكن المجله ترفض البيبر كلها بسبب انه هيعتبروا ان ده لو كواليتي ريسيرشر. ازاي يبقى ريسيرشر وعايز ينشر انترناشونال وما عندوش المعلومه البيزك دي؟ فمحدش ابدا يتخيل انه احنا عايزين ندرس الادفانسد ستاتستكس خالص، احنا عايزين نرجع للبيزكس للاي بي سي، وده اللي نحط له سوليد جراوند في دماغنا كلنا، بحيث ان كل الناس تبقى متفقه عليه ويبقى مفيش فيه اي نوع من انواع الكونفيوجن. الحقيقه دراسه الاحصاء ناس كتير حاولت تدرسها ويعني كانت النتيجه ماهيش كويسه، والحقيقة ده بسبب انه الناس اللي بتدرس الاحصاء ما بيفرقوش هل هو بيدرس الاحصاء الاحصائي ولا بيدرس الاحصاء لريسيرشر. والحقيقة كبير، لانه اذا كنت انا عايز اعمل احصاء فدي لها قصة، اما لو كنت عايز اشغل احصائي فدي لها قصة اخرى. والحقيقة ده الفكرة اللي كان بيوصلها الناس اللي بتدرس الإحصاء للريسيرشرز، إنه لا، أيضاً أنك تبقى إحصائي أو مالكش دعوة بالإحصاء خالص، ويسيب الإحصائي بقى هو اللي يتصرف، وهذه كمان فكرة خاطئة تماماً. أي ريسيرشر في الدنيا له دور في الإحصاء حتى لو مش هو اللي هيعمل الإحصاء، ودي النقطة اللي وقعت من ناس كتير مننا بسبب برضو الكورسز اللي بتدرس الإحصاء، إنه إما بيدرسها لإحصائي أو لا خلاص مالكش دعوة بالإحصاء بقى وسلمها الإحصائي هو يتصرف، وهذا الكلام كلام غير صحيح. أي ريسيرشر في الدنيا عايز يبقى جود ريسيرشر لازم يلتزم بكيز اوف سكسس. إيه هي الكيز اوف إفكتيف ريسيرش؟ أي حد عايز يعمل ريسيرش، طبعا كلامي هنا للريسيرشرز اللي لسه مبتدئين، عشان يعرف من الأول إن الدنيا لها ديسيبلين ولها علم، وإنه دي مش أسرار، وإنه للأسف يعني طبعا إحنا ناس كتير مننا يعني اتعلموا بالترايل أند إيرور، والترايل أند إيرور معروف إنه هو طريق طويل وفيه تيرنز كتيرة، والأوتكم بتاعه بالنسبة للتايم والإفورت اللي يعني اتصرف فيه بيبقى قليل. إنما إحنا عايزين نعرف إنه أي حد عايز يعمل ريسيرش لازم يتعلم how to plan his research. مفيش حاجة اسمها يا جماعة تعالوا احنا عايزين نعمل فكرة معينة، كويس، هتعملها ازاي، امتى، بكام، فين، بمين،
كل ده لازم يتقال بلان قبل ما نمد ايدينا على الريسيرش نفسه. والكلام ده مش بس يبقى مناقش ما بين الفريق البحثي، لا، ده لازم يبقى مكتوب، وده اللي بيسموه البروبوزال او البروتوكول. الحقيقه ده كتير من الباحثين عندنا ما يعرفوهوش. ليه؟ لان الموتيف الاكبر في العالم كله علشان اعمل بلان ان انا اكون عايز فند. واحنا عندنا اما ان الفند بيبقى انستتيوشنال، اما الفند بيبقى بيرسونال. ففي الحالتين لا الانستتيوت بتطلب مني بروبوزل، ولا لما هصرف البحث هبقى اكتب لنفسي بروبوزل. مش هكتب. طب ليه؟ فاحنا تخيلنا دائما ان البروبوزل ده شيء تافه، بينما البروبوزل ده هو العقد الابتدائي اللي احنا بنحطه بيننا وبين بعض، علشان مش بس نقسم الشغل ما بيننا وبين بعضنا، لا، ده كمان عشان نعرف احنا هنعمل ايه بكل التفاصيل. ثم بعد كده بننفذ اللي احنا اتفقنا عليه، ده الاكسكيوشن، هاو تو دو ا ريسيرش. ثم بعد كده بكتب الريسيرش ده، هاو تو بولش بقى الافكار اللي احنا عملناها، نبولش ات ان ذا فاينل فورم اوف ذا بيبر، ثم نببلش. وعشان كده اي ريسيرشر عايز يبقى جود ريسيرشر لازم يحضر 4 دورات، ويكونوا very effective كمان، مش اي دورات يعني. How to plan your research, how to do a research, how to write a research, and how to publish a research. In relation how to do بقى فيجي الاحصاء. فممكن ده يبقى الكورس الخامس اني ندرس ال statistics ال basics طبعا من وجهة نظر ال research. يبقى ده معناه ان انا عندي رول للريسيرشر في الاستاتستكس ورول للاحصائي. ده انا بتكلم عن الناس اللي هتشغل احصائيين. انا هشغل احصائي، انا مش عايز اعمل احصاء بنفسي. عشان كده دول اللي انا يهمني قوي يبقوا فاهمين انه مش معنى ان حضرتك عايز تشغل احصائي معناها انك تروح ترمي عليه كل ما هو رقمي، اي شيء ارقام ارميه عليه. وعلى فكره احنا فور ا لونج تايم كنا بنعمل الاتي: الشتات بتاعتنا، سواء كان الشتات دي بتاعت عيانين، بني ادمين، حيوانات، نباتات، حتى الجمادات، التجارب العاديه، اروح مدي الشتات دي للاحصائي يطلع لي ريزلتس، تيبلز وجرافس وتكست، طبعا مع اختلاف للتخصصات المختلفة والكليات المختلفة. إنما ده كان قاعدة إلى حد ما قاعدة عامة، وهذا الكلام خطأ تماما، واكتشفناه وعرفناه لما بدأنا ننشر دولي، فعرفنا إن المسألة ما هيش كده. طيب إيه دور الباحث في الإحصاء؟ 1، الباحث هو اللي بيحضر الداتا بتاعته. مفيش حاجة اسمها اني ابعت للإحصائي شيتات التجارب بتاعتي، ما ينفعش. احنا عارفين ان الداتا كوليكشن هو عبارة عن بملاشيت لكل وحدة بحث، ايا كان وحدة البحث دي ايه، وحدة البحث دي بني ادم، حيوان، نبات، جماد، ايا كان هو ايه، بملالها شيت. مجموع الشيتات هو ده الداتا كوليكشن بتاعي، خلاص. اهو ده بقى اللي نوديه للإحصائي. غلط، ده له preparation ولازم نعرفها، لان دي مسؤولية الريسيرشر وليست مسؤولية الاحصائي. 2، prepare the statistical requests. ما فيش حاجة اسمها ان الاحصائي هو اللي ينقيل العلاقات، هذا الكلام كلام ليس له قيمة. لازم الريسيرشر بنفسه يبقى عارف ايه العلاقات اللي هو عايزها علشان تحقق الobjectives بتاع البحث بتاعه، لان الاوبجكتيفز دي بتاعه الريسيرش مش بتاعه الاحصاء. 3، ريد اند انتربريت ستاتستيكال اوتبوت. الاحصائي ما بيدينيش ريزلتس، نو، الاحصائي بيديني ستاتستيكال اوتبوت اللي هو كل الاحصاء اللي انا طالبها في الريزلتس بلس ازاي اتعملت، الستيبس بتاعتها ايه، عشان لو حبيت أراجع شغل الإحصاء أو إن المجلة تراجع شغل الإحصاء يبقى الورق ده available عندي.
المجلات ما كانتش بتطلب منك الكلام ده لحد كام سنة فاتت، دلوقتي بقت بتطلب، وبالذات في الطب البشري، الطب على البني أدمين، لأن ده عليه لغط كتير دلوقتي وعليه مشاكل كتيرة كتيرة كتيرة، وهو من أكتر السبيشالتيز البيولوجية اللي عليها مشاكل وفيها تزوير وفيها اتهامات وفيها حاجات كتير. طبعا تقل شوية في البيطريات، تقل شوية في النباتات، ولكن استيل هناك مصالح تجارية وهناك طرق للوي البحث العلمي، حاجات كتير، مشاكل كتير. فالمجلات دلوقتي بقت أوير جدا انه ممكن يطلب منك الداتا نفسها، وممكن يطلب منك الاستاتيستيكال اوتبوت اللي ادهولك الاحصائي. طيب اذا الاحصائي شغلته يديني استاتيستيكال اوتبوت، طبعا دي جداول كتيره، ازاي اقدر انا اطلع منها بقى الكونكلوجن العلمي بتاعي؟ ده شغله الريسيرشر، ده مش شغله الاحصائي، دي شغله الريسيرشر. اخر حاجه تو ايفالويت ستاتستيكال ميثود يوز، يعني ده معناه ان الريسيرشر كمان لازم يعرف وات سوتس وات. يعني لما الاحصائي يقول لي انا اشتغلت لك بالوان واي اناليسيس اوف فاريانس، لازم انا كريسيرشر ابقى عارف هل الوان واي اناليسيس اوف فاريانس ده از ذا بيست تيست تو انالايز الداتا اللي انا اديتها له عشان اطلع الكونكلوجن اللي انا طلعته ولا لا. ده مش علم احصاء خالص، ده علم احصاء خاص بالباحثين. يعني كل حرف بقوله لحضراتكم دي مسؤوليه الباحث وليست مسؤوليه الاحصاء. وانا مش بحمل حضراتكم اي شيء بره الدور بتاعكم خالص. طيب بالمنظر ده كده يا دكتور مجدي، يبقى الإحصائي بيعمل ايه؟ الإحصائي شغلته ان هو ينفذ لي الطلبات اللي انا جايبها له على الداتا اللي انا جايبها له، بس دي شغلته. يعني كأنه ترزي بالظبط، انا جايب له قماشة وجايب له ديزاين، واقول له من فضلك نفذ لي الديزاين ده على القماشة دي، بس دي شغلته. طبعا هو ممكن تهلب طبيعي، ممكن أسأله في بعض الأمور طبيعي، إنما مش يبقى هو المسؤول وأنا قاعد بتفرج. كلام ده كلام اتسيمز حتى إيه اللوجيك؟ إزاي واحد بره الفيلد بتاعي يفهم في الكونكلوجن اللي أنا هطلعه في الفيلد بتاعي؟ ومش بس في الفيلد بتاعي، ده أنا بتكلم في نقطة جديدة الفيلد بتاعي نفسه ما كانش يعرفه. It seems illogic إن حد يتخيل إن ممكن الإحصائي يقدر يطلع لي conclusion هو نهايته يحسب لي حسابات. أما الحسابات دي معناها إيه بقى في شغلي؟ This is my own rule، ملهاش حل. يبقى just to help ممكن، بس help إزاي؟ لما حضرتك تسأله في نقطة معينة عشان يجاوب إجابة معينة في الإحصاء وليس في شغل حضرتك العلمي. طبعا بالمنظر ده حضراتكم تتخيلوا إن المين بيردن هو على الريسيرش وليس على الإحصاء. وعشان كده لما الرول ده محدش عارف يعلمه لنا كريسيرشرز، ظهرت طائفة من الإحصائيين الكلينيشنز والبراكتيشنرز. تلاقي كلية طب في إحصائيين، كلية صيدلة في إحصائيين، تمريض في إحصائيين، علاج طبيعي في إحصائيين، كله بقى خلاص. ما هو ليه؟ لأن الريسيرشر مش عارف يقوم بدوره، والإحصائي بتاع معهد الإحصاء أو كلية الدراسات الإحصائية ملوش أي علاقة بالبيولوجي خالص. لما تكلمني في أي مشكلة علمية مش هفهم ولا كلمة. طب مين الكومبايلر بقى اللي يعمل الكلام ده؟ إحصائي من العلم، من نفس التخصص. وهذا الكلام برضو ما هوش صح قوي، إنما خلاص إذا موجود خير، إنما لو مش موجود يبقى ده مش عيب الإحصائيين، ده عيب الريسيرشرز. إحنا بنحتاج الإحصاء في وقتين من البحث العلمي،
وقت ما بعمل البروبوزل عشان اعمل سامبل سايز كالكوليشن واكتب الاستاتستيكال ميثودز اللي انا هعملها في شغلي. يعني ده اول جزء. والجزء الثاني بعد الداتا كوليكشن، وبعد الداتا كوليكشن بنخش في مرحله اسمها داتا مانجمنت اللي احنا تكنيكالي بنقولها عمل الاحصاء. هذه المرحله والمرحله بتاعت البلان الاثنين دول هنتكلم عليهم النهارده. في البلان احنا هنتكلم عن السامبلنج ان ريسيرش، هنتكلم ازاي اعمل سامبل عموما بما فيها السامبل سايز برضو كدور الباحث وليس دور الاحصائي، لان احنا مش شغلتنا نحفظ معادلات، دي مش شغلتنا، دي مش شغلة الباحث يحفظ معادلات. احنا في دماغنا مليون حاجة في شغلنا اننا نقعد نحفظ معادلات احصاء، لا، انما في امور على الباحث ولا يمكن غيره هو اللي يعملها، وده هنتكلم عليه ان شاء الله. اما في مرحلة الداتا مانجمنت، فالمرحلة دي اللي هي بتبتدي مع نهاية الداتا كوليكشن، مع اخر شيت لاخر تجربة حضرتك بتملاه كده، الداتا كوليكشن خلصت، وكده بدأت مرحلة الداتا مانجمنت التي تشمل 6 خطوات. نمرة 1 داتا بريباريشن، ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، ازاي احول الشيت الى شيء يفهمه الاحصائي، بيسموه الماستر شيت. يبقى بحول الشيتات بتاعت التجارب بتاعتي الى ماستر شيت. طب احولها ازاي واحولها ليه وايه عيب الشيت؟ اهو ده اللي هنقوله النهارده ان شاء الله. بعد كده الشيت المتحول هقلبه الى تيبل نسميه الداتا انتري، هو ده بقى اللي الشيت اللي حولته وجهزته هبدا افرغ الداتا دي كلها في ماستر شيت، ده اسمه داتا انتري، ده برضه هنتكلم عليه النهارده. ثم بعد كده بعمل حاجات تانية، بعمل حاجة اسمها داتا فاليديشن. لازم ابقى متأكد كباحث ان الداتا بتاعتي جاهزة للإحصاء، وخاصة لو كنت جايب الداتا دي من داتا بيز، يعني مش انا اللي جامعها لنفسي، ده حد تاني جامعها وحطها في داتا بيز المؤسسة بتاعتي، فانا باخد من الداتا بيز دي. طب مش ضمنك ان الداتا دي تحتوي على كل التفاصيل اللي انت عايزها؟ معرفش. طيب ايش ضمنك ان الداتا دي كاملة مش ناقصة بشكل يضر البحث؟ معرفش. طيب ايه ضمنك كم الاخطاء العلمية اللي في الداتا دي؟ معرفش. طيب حضرتك مستني لما تفاجأ بده في الريزلتس؟ ده كلام مش منطقي. لازم قبل ما اعمل الاحصاء اعمل حاجة اسمها داتا فاليديشن، اني اتأكد ان الداتا دي كاملة وصحيحة وسليمة ومناسبة للبحث بتاعي، ودي لها طرق برضه، كل ده علم، ده مش اجتهاد. ثم لو جهزت التلاتة دول تروح بقى تعمل الاحصاء. دونج ستاتيستكس هي النقطة الرابعة. بعد ما الاحصاء يعمل لي شغلي بيديني الاستاتيستيكال اوتبوت، ابدأ انا اقراه كريسيرشر وانتربريت عشان اطلع منه البراكتيكال كونكلوجن، اللي في اخر نقطه بقى هبريزنت ان ذا فورم اوف تيبلز جرافس تكست اكوردنج بقى لاصول الكتابه العلميه. ادي 6 خطوات بما يسموا الداتا مانجمنت، اللي هو يعني احنا بنقولها بالبلدي الاحصاء. من ساعة ما خلصت الداتا انتري لحد ما تطلع لك ريزالتس جاهزة كاملة انها تتنشر تيبلز وجرافس وتكست. زي ما حضراتكم شايفين 5 خطوات من ال6 خطوات بتوع الريسيرشر، البريباريشن والانتري والفاليديشن والانتربريتيشن والبريزنتيشن، دول بتوع الريسيرشر. اما الاحصائي فهو اللي بيعمل دونج ستاتيستكس فقط. لكم أن تتخيلوا قد إيه دور الباحث في الإحصاء مهم، وإنه لو هو ما أمشي بالدور ده هو اللي هيدفع الثمن. محدش هيحاسب الإحصائي، المجلة ما بتحاسبش إحصائيين، المجلة بتحاسب الباحث الأوثر، وعشان كده هو اللي لازم يجري وهو اللي لازم يتعلم، لأنه هو اللي كبش النار،
هو المسؤول عن كل كلمة مكتوبة في البحث، سواء هو اللي كتبها أو غيره كتبها له. طيب، كل الإحصاء معتمد على الداتا. الداتا دي بقى اللي هي إيه؟ الداتا دي هي أي فاكت بتطلع من وحدة بحث، اللي هي results of observation. وهنا كلمة observation لا تعني observation بالمعنى البحثي، اللي هي observation technique، لا، هي تعني المعنى الإنجليش العام، يعني بتقيس حاجة، ده observation، بتوزن حاجة، observation، بتوصف حاجة، observation، بترسم figure، ده كله بيسمى observation بالمعنى العام. يبقى أي فاكت، رقم، وصف، فيجر بتطلعه من وحدة بحث واحدة، ده بتسميه داتا، البيانات. والبيانات صنفين، كل الناس عارفة هذا الكلام، إما بيانات كمية اللي هي quantitative data، أو بيانات نوعية اللي هي qualitative data. طيب إيه quantitative data؟ إيه ده؟ هو دي لازم نعرفها؟ طبعاً حضرتك لازم تعرف أنواع الداتا بتاعتك علشان تعرف سكتها في الإحصاء تبقى إيه، وعشان تقدر تقيم وتقول للإحصائي إن الداتا بتاعتي دي نوعها كذا ودي نوعها كذا ودي نوعها كذا. هو الأنواع تفرق يا دكتور مجدي في الإحصاء؟ طبعا. واللخبطة بينها ده يعتبر ABC mistake ويحاسب عليه الباحث حساب شديد. الكوانتيتيف داتا بالبلدي كده هي اي ميجر او اي كاونت طالع من وحده بحث. يعني لما اشوف بني ادم وزنه 100 كيلو، انيمال وزنه 400 كيلو، نبات ورقه وزنها قد كده، طولها قد كده، عرضها قد كده، كل دي مقاسات طالعه من وحده بحث. لو في مقاس يبقى ده كوانتيتيف داتا. طب كاونت، عدد السنان اللي واقعة من بني آدم، عدد السنان اللي واقعة من حيوان، عدد العمليات اللي عملها certain أي creature، حيوان أو نبات أو بني آدم، عدد الورق اللي وقع في نبات، كل ده عدد، ده count وطالع من وحدة بحث، أهو ده برضو quantitative data. يبقى quantitative data إما measure أو count، وبما إنها measure وcount يبقى لا يمكن التعبير عنها إلا بالأرقام، مفيش حاجة غير الرقم، مفيش تعبير عن طول إلا بالرقم، ولا عن عرض ولا عن وزن ولا عن تمبريتشر ولا عن بريشر إلا بالرقم، بأرقام. وجنب الرقم ده لابد أن يكون هناك يونت تعرف الرقم ده بتاع إيه. نفس الكلام الكاونت، خمسة، خمسة إيه؟ خمس ورقات، خمس سنان، خمس عمليات، هارت بيتس، ايه هي كاونت بتاع ايه؟ فلازم برضو يبقى جنب الكاونت يونت تعرف الكاونت ده كاونت ايه. يبقى لو حضرتك عندك الداتا بتاعتك داتا رقمية وجنب الرقم يونت، واليونت ده له يونيفورم ديفينيشن، كل الناس عارفة ده فيزيكال اماونت، فيزيكال كوانتيتي، لها ديفينيشن، اهو دي اسمها كوانتيتيف داتا. طب النوع الثاني الكواليتيتيف داتا او الكاتيجوريكال داتا، زي ما اسمها بيقول، دي بتوصف جندر، توصف ريس، اوكيوبيشن، سيفيريتي اوف ديزيز، توصف وصف، ودي برضو بتوصف حاجه من اثنين بالبلدي كده، يا بتوصف انواع يا بتوصف درجات. لما اقول ميل وفيميل دي انواع الجندر، لما اقول الاي والبي واي وبي واي بي واو دي انواع البلاد جروبس، لما اقول نوع الدوده اللي في انيمال ده انواع، كل دي تعرف باسمها وليس لها ترتيب، ده انواع. انما لما اجي اقول مايلد ومودريت وسيفير ديزيز، ده مش انواع، دي درجات من المرض. لما اقول اندر بيلت، افريج بيلت، اوفر بيلت او اوفر ويت، واوبيز، دي مش أنواع من الأوبيزيتي أو من البلت، لا، دي درجات من البادي ويت أو البلت. يبقى ممكن الكواليتيتيف داتا توصف إما أنواع لا تعرف إلا باسمها وليس لها ترتيب، أو
درجات لها ترتيب. فلو عندي درجات يبقى دي اسمها اوردينال داتا. طب ولو انواع اسمها نومينال داتا. اذا الكواليتاتيف داتا صنفين، صنف نومينال وصنف اوردينال داتا. النومينال داتا زي ما اسمها بيقول ان دي عبارة عن اسماء ليس لها ترتيب ولا تعرف الا باسمها. الميل هو ميل، ما فيش حاجة تانية. الفيميل هي فيميل، اللي ميت ميت، عايش عايش. انما لو جينا للدرجات هنلاقي لها ترتيب. وطبعا بالمنظر ده اللي احنا يعني فاهمينه ومتوقعينه، انه النومينال داتا اللي ملهاش ترتيب لا يمكن تعرف الا بالكلمات، مستحيل تعرف بارقام، دي كلمات ما ينفعش اعبر عنها بارقام. الميل ما يتعبرش عنه برقم، الفيميل ما يتعبرش عنها برقم. يتكود، التكويد ده قصه تانية، انما ده مش تعبير بالارقام خالص. انا مش بريبريزنت ميل برقم، لا، انا بس بقول انه بدل ما هسميه ميل هقول عليه واحد، وبدل فيميل هقول اتنين، بس ادي كل القصه، مفيش عندي حاجه تانية. انما الدرجات دي ممكن اعبر عنها بالطريقتين، اما اعبر عنها بالكلمات اقول مايلد ومودريت وسيفير، او اعبر عنها بالدرجات او بالارقام واقول جريد 1 جريد 2 جريد 3. المشكله مش في النومينال داتا، لا، المشكله في الاوردينال داتا. يعني يا دكتور مجدي النومينال داتا فهمناها خلاص، حاجات في انواع الجوب، الاوكيوبيشن، الريس، السكس، المكان، الريزيدنس، خلاص مفهوم. انما الاوردينال دي درجات، يعني هي بتاعت المايلد والمودريت والسيفير. قال لك لا يا ريت، ده كل الارقام اللي هتقراها حضرتك في اي كتاب علم، اي كتاب علم هتقرا فيه ارقام من غير يونت، دي اوردينال داتا. يعني مثلا لما نسمع ان في حاجه اسمها الفيجوال انالوج سكيل اللي بيقيس البين، او الاي كيو اللي بيقيس الانتليجنس، او السوشيو ايكونوميك ستيتس لها سكور، كل دي ارقام ما تلاقيهاش يونت. يعني لو قلت لحضرتك الاي كيو اللي كل الناس عارفاه، الاي كيو لما واحد بيجيب اي كيو 85 او 90 او 95، 95 ايه؟ يقول لي ما فيش، هو 95 بس. بس يعني ما فيهاش يونت. ما دام ما فيهاش يونت يبقى ده سكور وليس ميجر، يبقى ده اوردينال داتا على طول. حط بقى الكلام ده على كل الأرقام اللي حضرتك ممكن تقراها في العلم عندك ومن غير يونت، أهدي تبقى أوردينال داتا. So الأوردينال داتا is so common عما احنا متخيلين، لأنها مش بس بتاعت المايلد ومودريت وسيفير، لا 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 لا، ولا ستيج 1 و 2 و 3 و 4 تيومر الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الأورام، لا 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 لا، ده حاجات كتيرة قوي. كل الأرقام اللي ملهاش يونت هتبقى اوردينال. تعالوا بقى نتكلم على الداتا بريباريشن. انا الوقت عندي داتا، وخلاص فهمنا ان الداتا دي اما كوانتيتيف او كواليتيف، خلاص، وعرفنا ان الكوانتيتيف داتا هي ارقام جنبها يونت، سواء كانت الارقام دي ميجر او كاونت. الاوردينال داتا ممكن تكون ارقام وكلمات، والنومينال داتا كلمات فقط. طيب how to prepare your data and why to prepare your data. الشيت is not suitable for statistics. الشيت بتاع التجربة بتاع حضرتك ده مش suitable for statistics. ليه بقى؟ لأسباب كتير. أول سبب إن لو حضرتك بتشتغل مع بني أدمين أنت بتكتب التعريف بوحدة البحث في الشيت، أكيد
سواء كان بني ادمين، حيوانات، نباتات، جمادات، اي حاجه بتكتب التعريف بيها. ومن البني ادمين التعريف بالاسم، تاريخ الميلاد، الايميل، رقم التليفون، العنوان. طبعا الكلام ده كله unethical وإلليجل، ان انت يعني تخرجه بره. وجزء من الكونسنت اللي احنا بنكتبه مع البني ادمين الكونفيدنشياليتي للانفورميشن بتاعته، فده مش من حقك. طيب الحاجه الثانيه انك بتكتب ظروف التجربه الى جانب الريزلت بتاعها. ظروف التجربه يعني ايه؟ يعني لو حضرتك دي بقى بتبان في المعمل، الحراره، الضغط، الرطوبه، الكونسنتريشنز المختلفه للريجنز، دي لازم تكتبها في الشيت بتاعك بتاع التجربه، لان دي اللي بتقول لك التجربه دي اتعملت بانهي ستاندردز. طب بس الستاندردز دي مش ريزلتس، دي ميثودولوجي، فدي تهم الاحصائي في ايه؟ ولا حاجه، تهموش في حاجه. انت تبعتها له ليه لو هو احصائي مش من شغلك، مش من السبيشالتي بتاعتك؟ هتلاقيه مطلعها لك كلها ريزلتس، تقول له ايه ده؟ ده الرطوبه والضغط والحراره بتاع بتوع التجربه، دول ثابتين في كل التجربه. اللي كنا عارف منين؟ نعرفها ازاي انا دي؟ انا ما اعرفهاش. يبقى العيب عيب مين؟ عيب حضرتك، عيب الريسيرشر، وليس عيب الاحصائي، لانه ما يفهمش في كلامك. نمره ثلاثه، انه لا يصح لا بروفيشنال سبيكينج ولا ساينتيفيكال سبيكينج انك تطلع اسرارك لاي حد. احنا صحيح يعني كتير مننا عارف ان شغله ملوش قيمه، وان احنا كلنا يعني بنعمل شغل مش هدفه تغيير وجه العالم يعني، وما احناش ليدرز في حاجات كتير، وحتى لو كنا ليدرز يعني مش احنا حاسين باننا قليلين. انا مش بتكلم علينا كلنا، انما المعظم، على الاقل في معظم الابحاث كل واحد تساله انت بتعمل الابحاث لو عايز اترقى، مش عايز اغير العالم، انا عم على عايز اغير عالم ولا غيره. فاحنا عندنا الاحساس بان احنا ما عندناش اسرار. يا عم اسرار ايه؟ ما تديهوله وخلاص، هيعمل بيه ايه يعني؟ وكمان الاحصائيين عندنا ما حدش سرق بحث قبل كده من الاحصائيين، بنتكلم عن الاحصائيين مش الريسيرشرز مع بعض، فاحنا حاسين بالامان في الحته دي. ولكن هذا الكلام كلام نون بروفيشنال، ما يصحش ابدا ان تفاصيل التجارب بتاعتي وتفاصيل النتائج بتاعتي ان اديها لواحد، ده في ناس بتديلهم كمان النسخة الأصلية، وده يدل قد إيه كم السذاجة اللي فينا، وده غلط، ده مش صح. ده في ناس بتشتغل على الداتا ما يقولوش حتى الداتا دي إيه، يعني ممكن يكون بيعمل تريس إليمنتس مثلا فما يقولوش ده إيه، يقول لك V1 V2 V3 variable 1 variable 2 variable 3 variable. هو يكوده الريسيرشر، يكود الداتا بتاعته عشان ما يعرفهاش الاحصاء، ويقول له انا عايز اكمبير V1 as regard V3، وعايز اسوشيت V2 بV13 و14 و15. الاحصاء يشتغلها زي الفل، مش مشكله خالص، ولا يعرف انت بتعمل ايه اصلا. فدي مساله بروفيشنال كمان، فلا بروفيشنالي ولا ليجالي ولا ساينتيفيكالي ولا لوجيكالي ان اديله الشيتات بتاعتي. امال اعمل ايه؟ ابدا اكستراكت من الشيتات دي وطيميد في الاحصاء. بس احنا عشان مش عارفين دورنا، فانا بديله كل حاجه علشان يطلع لي كل اللي ممكن يطلع، والجملتين لا يدلوا الا على السذاجه العنيفه الخطيره، سذاجه خطيره، انك انت بتديله كل حاجه عشان يطلع لك اللي ممكن يطلع، ولا ده صح ولا ده صح. كمان الشتات حتى في الريزلتس نفسها ممكن تبقى مش مفهومه. زي ايه؟ الشيت بيكون كونتين انيديد داتا، قلناها الشيت ممكن يبقى فيه داتا تو بي انتربريتد، يعني الشيت نفسه مش شرط يبقى فيه الارقام اللي انت عايزها، لا، ساعات بيبقى فيه الاوتبوت بتاع المكنه بتاع الجهاز، سبكتروفوتومتر لو مكنه، تاخد اكس راي، تاخد سيتي سكان، تاخد رنين مغناطيسي، ف
فبتحط الشتات دي كلها، الحاجات دي كلها بتاعت العيان بتاعك، سواء العيان ده بني ادم او حيوان او نبات حتى، بتحط الكلام ده كله في شيت العيان. لما تبعته للاحصائي بقى يقول لك حضرتك انت بعت لي شيت، ايش بعت لي اكس راي، انت عايز منها ايه؟ قول والله اصلا عايز الانجل اللي ما بين كذا، او عايز طول كذا. هو الاحصائي اللي هيقيس لك الانجل وهيقيس الطول؟ الكلام ده انا شفته كتير. يعني لو انت فكرت فيها كباحث او كشخص ساينتفك فور وان سكند، هتكتشف ان اللي انت بتقوله ده سيلي، هتضحك عليه. إذن هذا الكلام خطأ. لازم حضرتك تبدأ تبص هل في داتا to be interpreted أو to be abstracted. وهذا يقول لي طيب يا دكتور مجدي ما أنا مديله سبكتروفوتومتر، حلو جميل، عايز منه إيه بقى؟ أنا عايز بس الاريا برسنت. طب هو يعرف منين إنك عايز الاريا برسنت؟ معلش يا جماعة استأذنكم في رفع الإيدين، ياريت بس يعني نكتب الأسئلة، وفي الآخر إن شاء الله أنا هفتح المجال للأسئلة وأنا مع حضراتكم، ما فيش أي مشكلة خالص، تحت أمركم يعني. فما فيش حاجة اسمها إن حضرتك تدي الإحصائي هو اللي يقرأ وهو اللي يكستراكت الداتا اللي أنت عايزها. الكلام ده كلام ملوش أي معنى. كمان الشتات بتبقى دايما اورينتد بوحده البحث وليس بالبحث، اما الريزلتس فاورينتد بالفينومينا وليس بايه بانديفيديوال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني افرضوا ان انا عندي بني ادم او حيوان بيشتكي من شكاوى معينه، صاحب الحيوان بيشتكي من شكاوى، فانا بكتب الكومبلينتس كذا ثم كذا وكذا جنب بعض كده جنب بعض. انما ديفينتلي انا مش عايز كده في البحث، لا، انا عايز كل كومبلينت ظهر في كام عيان. انا ما يهمنيش ان عيان واحد جالي باربعة كومبلينتس او خمسة كومبلينتس، انا يهمني كل كومبلينت ظهر في قد ايه. بعمل تحليل لبني ادم او لحيوان او لنبات، بطلع منه بكتيريا، لقيت في يونت فيها اتنين بكتيريا، في يونت فيها تلات انواع بكتيريا، اربعة انواع بكتيريا، بحطهم جنب بعض. انما ديفينتلي في الريزلتس انا مش عايز كده، انا عايز اعرف كل بكتيريون طلع في كام في المية، انا عايز معدل انتشار كل انفكشن. طيب والكلام ده هيعرفه منين الاحصائي بقى؟ هيفك الكلام ده ازاي؟ مش ممكن يعمل الكلام ده الا لو كان سبيشالتي بتاعته زي حضرتك، هو يبقى فاهم كريسيرشر يعمل ايه. انما لو انت بتشغل احصائي بتوع معاهد الاحصاء وكليات الحاسبات يقول لك انا ما اعرفش الكلام ده، حضرتك بكتيريا ايه اللي انا ما اعرفش يعني ايه بكتيريا؟ انت حضرتك اديني معلومات اعمل لك عليها معادلات، اما معنى المعلومات دي ايه؟ دي عندك انت، دي مش عندنا. اذا الشيت لا يصح ان انا استعمله كدوكيومنت للاحصاء، غلط. طب اعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف مثلا. اول حاجه الاسم، احنا هنا عندنا شيت بتاع بني ادم عيان، خدت اسم العيان، الهوسبيتال نمبر بتاعه، الديت اوف ادميشن بتاعه، الايج بتاعه، الجندر، ساكن فين، سموكينج هيستوري، هيفي سموكر بقاله 25 سنه بيدخن 30 سيجاره في اليوم، البودي ماس اندكس بتاعه، البودي سيرفيس اريا بتاعته، الكومبليت وهكذا. طيب انا عايز احضر بقى الشيت ده، احضره ازاي؟ هتمسك حضرتك شيت من الشيتات وبقلم احمر، هتعمل الاتي. الحاجه اللي نوت نيدد هتعمل عليها نوت نيدد، تعمل عليها علامه حمراء ايا كان هي ايه، يعني علامه ان دي نوت نيدد، ده انا مش عايزها تظهر في الاحصاء، ولا الهوسبيتال نمبر ده عايزه، ولا الديت اوف ادميشن ده عايزه. ساعات ابقى محتاجهم، ساعات ابقى محتاجهم، لان في واحد يجي يقول لي يا دكتور مجدي هو في برضه احصائي عاقل هياخد اسم العيان كنوع من انواع الداتا؟ اه طبعا ممكن. حضرتك احنا عندنا في امراض نفسيه في ابحاث كتير عن علاقه اسم البني ادم بحالته النفسيه، يبقى الاسم هنا ريزر داتا. ها واحد تاني يقول لي الهوسبيتال نمبر يا دكتور مجدي ده يفرق معانا في ايه؟ حضرتك لو انت بتعمل بحث له علاقه بالادمنستريشن اوف هوستلز، يعني هوستل ادمنستريشن،
الارقام دي تهمك. طب الديت اوف ادميشن يعني دخل العيان امتى المستشفى؟ لو حضرتك عايز تحسب هو قاعد قد ايه في المستشفى، فالديت اوف ادميشن مع الديت اوف ديسشارج تطرحهم من بعض هيديك العيان ده قاعد قد ايه في المستشفى. اذا مفيش حاجه اسمها ان الداتا دي بديهي انها تبقى مهمه او بديهي انها مش مهمه، لا مفيش حاجه اسمها كده، غلط. ودي نقطه في منتهى الخطوره ان باحث يقتنع بيها، انه في حاجات بديهيه. بديهيه عند مين؟ عند حضرتك في دماغك انت، هي بديهيه في دماغك في البراكتس بتاعك، انما عند غيرك وفي تخصص تاني في كليه تانيه هتبقى مش بديهيه خالص. وده شيء لازم يا جماعه تتعلموا، انه مفيش شيء في البحث العلمي اسمه بديهي خالص. احنا البحث العلمي دايما بيتكلم على افكار جديده ومعلومات جديده، يعني حاجات ما يعرفهاش العلم قبل كده. فيبقى لازم انا احدد كل حاجه بكل تفصيله انا بنفسي اللي حددها كريسيرش. الايج يقول لك طبعا ايش ده حاجه مهمه جدا، ابدا. احنا حضرتك عندنا لو في اطفال مولودين النهارده فين الايج بقى؟ مش في عندنا علم في طب البشري اسمه علم النيوناتولوجي؟ عيل لسه مولود النهارده وهو ده اللي بعمل عليه البحث، فين الايج بقى بتاعه؟ مفيش ايج. طب والجندر؟ ما ده برضه يا دكتور مجدي السكس ده مهم قوي، احنا عندنا في امراض نساء مفيش سكس، ما كلهم ستات. والناس بتوع الاندرولوجي كلهم رجاله، ها؟ الا لو كان بقى في انترسكس دي قصص ثانيه، دي حاجات صغيره ما هياش البيز بتاع العلم. اذا حتى اللي احنا مقتنعين ان دي داتا اساسيه الايج والجندر يا راجل ده، لا مش شرط برضه، مش شرط. يبقى انا عايز بعض المعلومات ومش عايز بعض المعلومات. انا مين؟ الريسيرشر هو اللي يقول المعلومه اللي عايزها عايزها، والمعلومه اللي مش عايزها مش عايزها. فحضرتك بتعلم not needed not needed not needed، وانا اخترت يعني ان الحاجات النيدد بسيبها فاضي، ما بحطش قصادها اي انستراكشن خلاص. يبقى الايج احنا محتاجينه، والجندر احنا محتاجينه. طيب الادريس؟ لا، هو الادريس انا عايزه بس مش عايزه كادريس، انا مش عايز اعرف العيان ساكن فين، انا عايز اعرف هو ساكن في منطقه حضريه ولا منطقه ريفيه. اه، ومين بقى اللي هيصنف لك كل شارع في مصر ان ده اربن ولا رورال؟ ده انت نفسك كريسيرشر مش هتعرف تصنفهم، انت محتاج تروح لناس متخصصه في الموضوع ده بتوع الصحه العامه علشان يقول لك كل ادريس من اللي انت كاتبه ده يعتبر في اربن اريا ولا رورال اريا. يعني ده انت محتاج شغل كتير قوي عشان تطلع المعلومه اللي انت عايزها. انت سايبها بقى للاحصاء ابن الحلال هو اللي يعملها لك، غلط. طيب هيفي سموكينج، قال لك انا مش عايز برضو كل الزيطه دي، انا عايز هو سموكر ولا لا، شكرا انا مش عايز اكتر من كده. يبقى في الحاله دي هتقول هو سموكر او لا، بس خلاص يا يس يا نو. بعد كده البودي ماس اندكس وهكذا، خلاص كده انت صنفت الشيت بتاعك اللي انت عايزه وايه اللي ما انتش عايزه. بعد كده بقى اديه لاي حد من اللي بيساعدوك، حد بيساعدك في المعمل، حد بيساعدك في عيادتك، حد بيساعد، مش مشكله، مش انت لازم بقى اللي تعمل الكلام ده في كل شيء، لا، بس under your instructions under your supervision مش اوتوماتيك. هي دي الفكره. انا قصدي بكلمه ان حضرتك المسؤول عنه، انت المسؤول عن تخطيطه مش لازم العمل نفسه، خلاص. طيب بعد كده هروح بقى نفرغ الداتا اللي انا حضرتها فيما يسمى الماستر شيت. اهو الماستر شيت ده هو ده اللي بيروح للاحصاء. ايه الماستر شيت ده؟ in one single sentence، الماستر شيت هو عباره عن شيت فيه كل وحده بحث بتاخد سطر، في كل سيل من السطر ده يا كلمه يا رقم، one single data. فهنا حطيت الايدج 30، السكس ام قال لا، ليه ما حطيتش ميل؟ عشان اصغر الجدول بس اضيقه مش اكتر. ده بيسموه ايه؟ ابريفيشن. تو ما عملت ابريفيشن حط له كي فورا،
والا الاحصاء هيطلع لك بام واف، وما تقوليش انه بديهي ان الام يعني ميل واف يعني في ميل، ما فيش حاجه اسمها كده. ان حضرتك ما كتبتلوش الفول ووردنج هيطلعها لك بالابريفيشن، ودي مش غلطتك، طبعا غلطتك جدا. الريزيدنس يا اربان يا رورال، سموكينج وعملت لها ابريفيشن برضو يا يس يا نو، بودي ماس اندكس الرقم، بودي سيرفيس اريا الرقم. بعد كده بقى الكومبلينتس، امشي بقى على الكلام ده كله خلاص، امشي على الكلام ده. يبقى ده معناه ان بعد ما حضرنا الشيت بتاعنا سيريال نمبر اول حاجه بعملها اهي، اوعى تنساها لان ده اللي بيعرف اليونت دي في الشيت، عشان ما يجيش احصاء يقول لك بس والله هو الريكورد نمره 24 كان فيه مشكله، ال 24 ده بقى يطلع مين؟ ده كلام. الرقم اللي حضرتك بتحطه في الجدول ده بتحطه على الشيت، لان ده اي دي ما يتغيرش. سنجل رو ليبل ده مهم قوي، ان هنا كل ده يتحط وان سنجل رو، يعني ما تجيش مثلا هنا في رو تاني تكتب دوت اسمه بيرسونال هيستوري ديموغرافيك داتا، ما فيش حاجه اسمها كده، هو رو واحد، سطر واحد فقط. جميع برامج الاحصاء لا تقرا الليبل الا من سطر واحد فقط. لو في ابريفيشن او كودنج لازم تعملها الكي. في واحد يقول لك بدل اليس حط 1 وبدل النو حط 0 ومال، مفيش مشكله، بس ايه تعرف الكلام ده. في بقى اخطاء لما بنكتب على الكمبيوتر بنقع فيها، واحنا متخيلين ان احنا كده عملنا فتح من فتوح اللي يعني الداتا انتري، انا كتبتها له على الكمبيوتر كمان. اول خطا اني حطيت حروف جنب الارقام، تو ما تحط حرف جنب الارقام في الكمبيوتر، الكمبيوتر يقرا السيل دي على انها تكست، يبقى ما بقاش رقم. الخطا الثاني انك حطيت تو يونتس مع بعض، يير ومانث. تقول لي ايوه ما هو حضرتك العيان الثاني ده كان عمره 5 شهور بس، انا اعمل ايه؟ حضرتك ما تحولها لير، او تحول الير لمانث، ده او ده. يبقى في غلطتين هنا. اول غلطه انك بدات تحط اليونت تتحط فوق اهي هنا اهو مع الليبل، اما جوه ما دام السيل رقميه ما يتحطش مع الارقام حاجه. العيب الثاني او الغلط الثاني انك لازم تحولهم يا اما كلهم ليرز يا اما كلهم لمانس، ده او ده. طب حضرتك احصائيا بقى نحولهم لير ولا المانس؟ مفيش احصاء في الموضوع ده، العلم هو اللي يقول. حضراتكم الشيء اللي احنا بناخده ده العمر، عندكم انتوا في العلم بالشهر ولا بالسنه ولا باليوم ولا بايه؟ انت اللي تقول. واحنا عندنا مثل شهير في امراض نسع على الحته دي، كل الدنيا الغير طبيه بتحسم عمر الحمل بالشهر، الدنيا كلها احنا بنحسمه بالاسابيع. ليه غريبه؟ ما فيش غريبه بقى ولا مش غريبه، العلم بيقول كده. فيبقى انت لو سبت اي حد اللي بديته هيحسب لك عمر الحمل بالشهور، تقوم انت تقول لا احنا عايزينه بالاسابيع. احنا يعني انت عايزه ايه مش هو بالبديهه ايه؟ غلط. كومبلكس داتا، ممنوع الكومبلكس داتا. احنا كدكاتره بنكتب البلاد بريشر بالمنظر ده 120 على 80، لو اديت الكلام ده المهندس هيطلعها لك 1.5. ليه؟ هيقسمهم على بعض، لان كلمه السلاش دي في الماثيماتكس يعني معناها ديفايدد، بينما احنا في الطب لا، انا قصدي السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر، الضغط العالي والضغط الوطي، ده عندكم انتوا في الطب. انما لما تحب تفككهم بقى في داتا يبقى السيستوليك بلاد بريشر لوحده، الدايستوليك بلاد بريشر لوحده. عايز تحسب منه معادله براحتك، اديني الانترز بتاعت المعادله واديني المعادله وانا اطبقها لك كاحصائي. اما انك انت تروح حاطط لي 120 على 80 كده وتقول لي ان ده هو ده اللي عندنا، لا اسف ده كلام غلط، غير اللي عندك على اللي المفروض يبقى في الاحصاء. نفس الكلام مايلد هايبرتنشن بقاله 2 شهر، دول 3 معلومات لازم يتفككوا في 3 كولمز. كويري، ناس كتير قوي بتعمل الحركه دي، يقول لك اصل انا الحقيقه وانا بعمل المعامل هو انا ما عرفتش هو العيان ده تيوبركلس ولا لا، وسايب بقى ابن الحلال الاحصائي هو اللي يعرفها لك.
ما هو اما ان ده تيوبركلس او مش تيوبركلس او عندك كويري جروب ممكن اللي يمنع، بس ما تبقاش بعلامه استفهام. علامه استفهام شكلها مش حلو. كومبايند اتش سي في واتش بي في غلط، كومباينيشن ممنوع. الياس ياس 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 السبيلنج الكمبيوتر ما بيهزرش. الياس دي هي الياس دي هي الياس دي هي الياس دي انا لما اكون بتكلم مع اصحابك البشر، انما لما بتكلم مع الكمبيوتر، الكمبيوتر اي اختلاف في شكل الكلمه بيعتبرها كلمه ثانيه. جميع الميسنج داتا فاضيه، في ناس اصابت تشائم انه يحط في الميسنج يسيب السيل فاضيه يحمل لها اي حاجه، نقط شرط شبابيك غلط، دي معلومات بالنسبه للكمبيوتر. زي واحد ما بياخدش دواء يوم يحط في الدوز صفر وفي الديوريشن صفر، الصفر ده رقم. الميسنج داتا امتي، بقولها تاني، الميسنج داتا امتي بغض النظر هي ميسنج ليه. هل هي ميسنج عشان العيان ما جاش؟ ممكن. التجربه ما نفعتش؟ ممكن. التجربه نوت ابليكابل لان لها بريكويزيت ما حصلش؟ ممكن. الداتا نوت افيلابل؟ ممكن. نوت اكسسبل؟ ممكن. نوت اسسبل؟ ممكن. كل دي اسباب للميسنج داتا. في الاحصاء كلها بنسميها ميسنج، مش ميسنج يعني انت نسيتها، لا، ميسنج يعني مش موجوده. كل اللي مش موجود فاضي، ما يتحطش اي لا رقم ولا علامه عشان تفهمني انه ما هو انا حبيبي انا شايف انه فاضي. فاضي يعني مش موجود. لما انت تحط نقط، ايه الزياده اللي انت قلته لي؟ ولا حاجه، ما قلتليش حاجه. هي مساله كده بس، يعني ايه من جوانا بنحس انها يعني امان اكتر. لا، مش حاسبه كده. الميسنج داتا امتي. جميع الداتا لازم تبقى هوموجينوس. دول ناس من بتوع السايكايتري، بتوع النفسيه، بيشوفوا السويسايدال اتيمبتس فبيقول النمبر اوف سويسايدال واحد واحد، وهنا اتنين وكتب التواريخ. تكتب التواريخ ليه؟ اشمعنى يعني في العيان ده كتبت التواريخ؟ لو عايز التواريخ تتكتب في الكل، مش عايز التواريخ تتشطب بالكل. الداتا لازم تبقى هوموجينوس، ما ينفعش ان يبقى فيه سيرتن تفاصيل مختلفة لعيانين مختلفين او لريكوردز مختلف، غلط. الديتيلز لازم تبقى هوموجينوس. في ناس فاهمة ان اي حاجة تفصل رقمين تبقى ده ديسيمال بوينت، غلط. الديسيمال بوينت هي الفول ستوب، هي النقطة. الكولون والسيميكولون والكوما والكوما العربي والابوستروف والسبيس، كل ده يقلب الرقم تكست. وده واحد من اخبث الاخطاء اللي ممكن واحد يقع فيها. ليه؟ لانه شايف بعينه انها ارقام، ومش واخد باله ان الديسيمال بوينت متبدله بكوما. طب ودي بتبان ازاي يا دكتور مجدي في الاحصاء؟ انت مدي الاحصائي 100 ريكورد، تلاقيه مطلع لك حاجات على 98 وحاجات على 85 وحاجات 85 ريكورد. لا لا، انا عامل 100، فين الناقص ده ليه؟ يقول لك ما اعرفش. طيب ارجع للاحصاء، لا انا مكملهم الداتا كلها كامله هي حضرتك. يرجع هو لفايل الاحصاء بتاعه بتاع برنامج الاحصاء، يلاقي في عنده داتا مش موجوده، يقول له يبقى حضرتك الداتا دي متعرفه في الشيت بتاعك على انها تكست، وعشان كده برنامج الاحصاء ما خدهاش لان انا معرف له الكولم ده ان هو ارقام. طبعا دي مساله كلها لها علاقه بالكمبيوتر مش بينا، بس عدم فهمك لها انت اللي هتدفع ثمنه. ليه؟ اي خطا في الداتا بتاع الريسيرشر وليس بتاع الاحصاء. الاحصائي ما بيراجعش داتا، الاحصائي ما بيراجعش داتا، ده كلام واضح. الإحصائي بيعمل لك شغل على الداتا بتاعتك، إلا لو كان هو اللي مدخلها على الكمبيوتر، بقصة تانية. أنت مديها له بنسخة ورقية بخط إيدك وهو دخلها على الكمبيوتر. وهو لو إحصائي مخضرم واعي، أول ما يخلص الداتا على الكمبيوتر يبعتها لك عشان تراجعها، عشان ممكن يكون في رقم غلط. هو إحنا بشر، يقول لك راجعها معايا، عشان هو كمان بيشيلك المسؤولية. فالداتا مسؤولية الريسيرشر، خلاص؟ طيب لو بعمل داتا اوفر تايم، يعني بسجل اي شيء بعد 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقة لنفس الريكورد او لنفس اليونت،
لنفس وحدة البحث دي بعملها ازاي؟ يبقوا جنب بعض ولا تحت بعض؟ لا جنب بعض مش تحت بعض. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الماستر شيت هو عبارة عن تيبل كل وحدة بحث بتاخد سطر، سطر واحد مش سطرين ولا ثلاثة، لان برامج الاحصاء ما بتقراش الا من سطر واحد، السطر التاني يبقى ديون التاني على طول. ده كل برامج الاحصاء كده، ده اورينتيشن برامج الاحصاء مش بمزاجي ولا عشان انا عايز كده، لا. يبقى ساعتها لو حضرتك بتعمل ريبيتد ميجرز يبقى ما يبقوش تحت بعض، يبقوا جنب بعض. يو ماست تشيك الداتا بتاعتك، اهو ده كلمه عن الفاليديشن، انها كومبليت اكوريت وكونسيستنت داتا قبل ما توديها للاحصاء. بكده نبقى خلصنا قصه البريباريشن، وده اول جزء عندنا من محاضرتنا. الجزء الثاني السامبل. ايه الاصول البيزك الاي بي سي بتاع السامبلنج ان ريسيرش؟ السامبل هي سبسيت اوف ا بوبوليشن. كل الدنيا عارفه وفاهمين كلنا كباحثين ان احنا بنعمل البحث العلمي على سامبل، يعني على شويه صغيرين من بوبوليشن، هي دي التارجت بتاعي، كلنا عارفين هذا الكلام. والمشكله الاساسيه اللي بتقرقنا قد ايه السامبل دي تبقى ريبريزنتيف للبوبوليشن. سو ريبريزنتيشن هو المشكله الكبرى في اي سامبل بتعرض لها في اي ريسيرش. طيب البوبوليشن دي اللي هي ايه؟ هو مجموع الاشياء اللي تهمني اعرف عنها معلومه او احللها مشكله، سواء كان مجموع الاشياء دي humans animals plants things ايا كان هي ايه. فالpopulation بتاعتي دي باخد منها جزء، هو ده اللي بشتغل عليه او بعمل الشغل عليه. مهم جدا ان العينه بتاعتي ما تبقاش biased. يعني ايه؟ يعني not representative، يعني لابد ان كل الكاركترستكس اوف ذا تارجت بوبوليشن تبقى محققه في هذه العينه، لان لو ما اتحققتش الفول ريبريزنتيشن باور للسامبل ده معناه ان اي ريزلت بطلعها على هذه السامبل كان نوت بي جنرالايزد على البوبوليشن. طيب ايه اللي يخلينا يا دكتور مجدي نشتغل على السامبل؟ نشتغل على البوبوليشن على طول؟ طبعا ما ينفعش، لان هتبقى فيري هاي كوست وتايم كتير، وساعات يبقى امبوسيبل اصلا. ليه؟ لان البوبوليشن نفسها مش حقيقيه. زي ايه الكلام ده؟ بص، لو انا عايز اشتغل على المصريين، دي بوبوليشن حقيقيه، دي اسمها بوبوليشن حقيقيه، لها جغرافيا ولها تاريخ ولها مكان ولها زمان. لو انا تواصلت مع وزاره الصحه المصريه تقدر تخليني اشتغل على كل البوبوليشن المصري، بس المهم يبقى عندك الوقت والمجهود، انما مش مستحيل. انما لو انا بشتغل على بوبوليشن ظاهره، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز اشتغل على العيانين، اخدم عيانين السكر، مرض السكري، مرض السكر، اللي هم مين بقى؟ اللي في العالم كله حضرتك. كويس جميل، اللي هم مين برضه؟ اللي تشخصوا النهاردة ولا امبارح ولا هيتشخصوا بكرة ولا هتشخصوا بعده؟ يبقى هذه البوبوليشن is a virtual population، هي ليست حقيقية، دي population very fluid، بيخش منها ناس وبيخرج منها ناس كل دقيقة وكل لحظة، ولا يمكن يبقى عندي لها تصور في أي لحظة من اللحظات، مفيش، ما عنديش تصور، ولا يمكن أعرف ألمها على بعضها، مستحيل برضه، مفيش، ولا اعمل لها سنسس، ما بلهاش تعداد، مفيش برضه، ما اعرفش. اذا في احوال كتيره بتبقى البوبوليشن الشغل عليها مستحيل، بينما في بعض الابحاث انا ممكن اعمل الشغل على بوبوليشن ومش محتاج احصاء بقى، ده مش سامبلنج خالص، ده على البوبوليشن كلها، زي ما يكون في مشكله طلعت في فصل معين، تسمم في فصل، فانا باخد كل العيال بعمل لهم انفستيجيشن، ايه المشكله؟ هم كلهم 30 40 عيل، مش قضيه. ساعتها بتشتغل على البوبوليشن كلها وتطلع فاكت، ما بتطلعش استيميشن. فده ممكن وده ممكن، انما في 99 و999 من 1000 من الابحاث احنا بنشتغل على سامبل
علشان نقدر نطلع معلومات عن population أكبر بكتير. طيب عشان تعمل سامبل محتاج تاخد ايه؟ شوية عينات يونتس يعني من البوبوليشن دي. هتاخدها ازاي بقى؟ وهتاخد قد ايه؟ هما دول السؤالين. هتاخدها هتنقي ازاي؟ وهتاخد حجم سامبل قد ايه؟ التنقية ازاي؟ دي اسمها نوع السامبل. واحنا كلنا من دراستنا للريسيرش، لان دي حتة مش لهاش علاقة بالإحصاء قوي، عرفنا ان السامبل نوع من اتنين، اما راندم سامبل او نون راندم سامبل. الراندم سامبل يسموها دلوقتي البروبابيليتي سامبلز، لان كلمه راندم في الانجليزي او في الريسيرش معناها مش عشوائي في العربي، لا، العشوائي في العربي معناها هازارد في الانجليزي، احنا بترجمها غلط، انما كلمه راندم معناها عينه احتماليه، بتترك احتمال الاختيار للراندم تشانس. ودي حاجة ممتازة، مش حاجة وحشة، دي حاجة حلوة، انك انت كل individual في البوبوليشن have an equal chance ان هو يخش في السامبل. دي بالظبط زي جوائز البنوك، زي جوائز الفوازير، كل الناس المشتركة في البنك او في الفوازير بيبعتوا جوابات، بيتحط الجوابات دي في اللوتري، في كرة دوارة، بولة دوارة، ونبدأ نسحب منهم. في حالة ما بسحب أنا ظرف من جوه البولة، أي بني آدم من أظروفهم جوه البولة ممكن يكون هو المسحوب، ودي بنسميها راندم أو probability sample. أسحب بقى 10 20 30 50 حسب sample size calculation اللي هنتكلم عليه. طبعا بالشكل ده this is the best سامبل وبيست ريبريزنتيشن، مفيش فيها كلام. ولكن مشاكلها ايه بقى؟ واحد، لازم يكون عندك لستة بالانديفيدوالز اوف ذا بوبوليشن. طبعا، امال هتختار بينهم ازاي وكلهم يبقوا ايكوالي لهم نفس التشانس انهم يختاروا؟ لازم يكون عندك لستة بيه. الكلام ده ينفع بقى امتى؟ لو مدرسة، كلية، مصنع، مؤسسة، كل الناس، بلد حتى، دولة، محافظة، عندك الايه؟ التعداد السكاني بتاعها، تقدر تاخد منهم اللي انت عايزه. انما الكلام ده لو في ظواهر، احنا قلنا ان الظواهر ملهاش population اصلا، وده معناه ان معظم شغل البيولوجي اللي هو بيتكلم على الظواهر، الى جانب طبعا يعني excluding شغل الديموغرافي وشغل الابيديميولوجي اللي هم بيشتغلوا على البوبوليشنز المستقرة، انما الشغل على الظواهر ده 99% من شغلنا، ودي ملهاش اصلا population. يبقى في الحاله دي ما ينفعش اخد منها random sample، بالرغم ان هي البيست سامبل اللي ممكن اخدها. البريكوز الثاني easy access لاي يونت، يعني حتى لو انا عايز اعمل بحث عن المصريين وخدت منهم عينه عشوائيه اللي هي عينه probability، ممكن واحد يطلع في العريش والتاني في مطروح والثالث في أسوان، ده معناه ان لازم اوصل لده ولده ولده، يبقى لابد ان يكون عندي امكانيات جباره للوصول لليونتس بتاعتي، اليونتس بتاعت البحث، عشان اعرف اعمل عليهم البحث، ولا يبقى انا بهزر. يبقى المساله مش سهله. وعشان كده ما حدش في الابحاث بتاعته يكتب راندم سامبل الا لما يبقى متاكد انه واخد راندم سامبل، لان الكلمه جلوريوس بتلمع وحلوة وكل الناس عارفة ان دي احسن سامبل في الدنيا، بس هو ما يتخيلش انه ما يقدرش ياخدها، يوم يكتبها انه العينات اتخذت راندملي من بوبوليشن الفلاني، يوم يبعت له ريفيور ويقول له من فضلك قول لي ازاي خدتها عينة راندم. طبعا مش هعرف يكتب له ازاي خدها راندم ازاي، هو قصده هبهزر، احنا خدنا من غير ما ننقي، يعني خدناها كده من شوية اللي قصادنا، هذه ليست راندم سامبل. وناخد بالنا من الكلام ده كويس قوي، لان الكلام ده زي ما قلت لكم خادع، كلمه بتلمع حابب ان احطها في البحث ومانيش عارف معناها، واوعى تعمل كده، لان دي ممكن توقعك وقعه كبيره مع حد بيفهم، وطبعا يعني دي اي بي سي. كمان ناخد بالنا ان الراندم سامبل اللي هي تقريبا مش موجوده في الابحاث مختلفه عن الراندومايزيشن
اللي هي تقريبا رول في كل ما هو ترايلز، كل ما هو ابحاث تجريبيه. كلمه راندوم سامبل يعني بتجيب سامبل فروم ا بوبوليشن ات راندوم، ودي احنا قلنا انها صعبه مش سهله. اما ان السامبل بتاعتك توزعها انتو جروبس ات راندوم، دي سهله ودي اسمها راندومايزيشن. يبقى في فرق ما بين كلمه راندوم سامبل وراندومايزيشن. الراندومايزيشن ده ممكن وسهل، الراندوم سامبل صعب وما حدش بيعملها، يبقى ما تكتبهاش الا وانت عارف انك عملتها، او ان حد بيفهم في قصه السامبلنج دي يقول لك ايوه اللي احنا عملناه ده راندوم سامبل. انما الراندومايزيشن ده حاجه تانية خالص، وده وكل الكلام ده ريسيرش وايز، الكلام ده مش احصى خالص. اما النون راندوم سامبل فهي دي بقى اللي احنا بناخدها من ناحيتها خلاص، بقى دي بقى بتاعت شغلنا كله. طيب ودي بقى ما دام هي نوت راندوم، اون وات بيز بنعتمد عليها؟ بنعتمد على الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا. انت بتحدد ايه هي الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا اللي بتخصص لك الكريتيريا بتاعت البوبوليشن بتاعتك، تقوم تاخد as much as you can inclusion واكسكلوجن كريتيريا في السامبل بتاعتك، وهي دي الموست افيلابل سامبل عندك. يبقى لما نحدد انكلوجن واكسكلوجن يبقى لا يمكن تكون دي راندوم سامبل، لان الراندوم سامبل ما فيهاش انكلوجن واكسكلوجن. الراندوم سامبل كل انديفيديوال من البوبوليشن هاف ان ايكوال تشانس تو بي سيلكتد في العينه. انما لما تحدد انكلوجن واكسكلوجن يبقى ذيس از نوت راندوم سامبل. خدوا بالكم الكلام ده، الكلام ده خطير، لان ممكن واحد يروح كاتب الاثنين مع بعض، يكتب راندوم ويكتب انكلوجن واكسكلوجن، على طول يبعت له ريفيور ويقول له ازاي انت كاتب انكلوجن واكسكلوجن وكاتب راندوم سامبل، يبقى انت ما خدتش راندوم سامبل، من فضلك قول لي انت خدت الراندوم سامبل دي ازاي. وطبعا البيبر دي خلاص اترفض مش فيها كلام. تعالوا بقى لهاو ميني، حجم العينه قد ايه. حساب حجم العينه مهم لجميع الابحاث، ولكن مش بنفس درجه الاهميه. كل ما كان البحث بتاعي ايفيدنس جينيريتنج، كل ما لازم احسب له سامبل سايز، لان لازم ابقى واثق من الاستاتستيكال باور بتاعتي، وان الاستاتستكس بتاعتي مصدقه الى اعلى درجه. يبقى لما اقول للناس اعملوا كذا وما تعملوش كذا ويسمعوا كلامي، في الغالب هيبقى الكلام ده صح. اما لو كانت البحث بتاعي لسه اكسبلوراتوري، انا لسه باكسبلور موضوع جديد مش عارف اهميته ايه، مش عارف نتائجه هتبقى ايه، يبقى في الحاله دي مش شرط ان تعمل سامبل سايز. انزله وعملت يبقى كويس، انما لو ما عملتش مفيش مشكله. طب السامبل سايز دي بتديبند على ايه؟ واحد، importance of the study. كل ما الستادي بتاعتك كانت important كل ما لازم تعمل لها sample size. sample population، كل ما السامبل كبر، كل ما البوبوليشن كبرت كل ما السامبل سايز لازم تكبر. الفاريبلز، كل ما عدد الفاريبلز اللي انت بتدرسها وبتدخلها في بعضها كتيره مع يبقى عندك كومبلكس ريليشنز، يبقى لازم تعمل sample size كبيره. الماجنيتيود اوف ذا بروبلم، كل ما كانت البروبلم بتاعتك يعني نادره كل ما لازم السامبل سايز تكبر. الاستاتستيكال اناليسيس ميثودز، كل ما الميثودز بتاعتك كانت كومبليكيتد ميثودز ومدخله حاجات في بعضها كل ما السامبل سايز لازم تكبر. دروب اوتس، كل ما كنت متوقع ان في دروب اوتس هتحصل كل ما لازم تزود السامبل تو اكاونت فور الدروب اوتس دي. بس كل الاحلام دي بقى هتتكسر على امواج الواقع او صخور الواقع. فاسيلتيز، قد ايه الفاسيلتيز المتاحه عندك، علشان لو انت كتبت كلام ما يتعملش ده لوحده ممكن يرفض البيبر. المجله بتفكر لوجيك، الكلام اللي انت كاتبه ده يعمله 20 باحث في 3 سنين، انت عملته لوحدك في سنه ونص او في سنه او في 3 اشهر. لا، الكلام ده كلام مش منطقي، حتى لو كان ده اللي حصل هم مش دعوه بده، يرفضها خلاص. طيب ازاي نقدر نحدد السامبل سايز؟ بماثيماتيكال ايكويشنز، كلها بتشتغل على وان سنجل بارامتر. الواحد يقول لي يا طب يا دكتور مجدي انت قايل لنا دلوقتي هو ما فيش بحث في الدنيا بيشتغل على فاريبل واحد؟ ده بيشتغل على فاريبلز كتير،
انت بتنقي الموست امبورتنت برايمري اوت كام بتاعك. عشان كده مهم قوي اي باحث يبقى عارف يعني ايه الاوت كامز بتاع البحث، ويعني ايه البرايمري ويعني ايه السكندري. هو بيختار وان سنجل بارامتر او وان سنجل فاريبل هو يمثل الموست امبورتنت. طيب افرض يا دكتور مجدي انه انا عندي اكتر من فاريبل كلهم مهمين، هنعمل سامبل سايز على كل فاريبل فيهم وناخد السامبل سايز الاكبر. طيب افرض يا دكتور مجدي ان انا عندي البرايمري اناليسيس بتاعي كان كومبلكس اناليسيس اصلا، هنشتغل على الكومبلكس اناليسيس ده ونطلع سامبل سايز على 3 فاريبل او 4 فاريبل مع بعض. بس الكلام ده ما بيحصلش في اكتر من 5، اقل من 5% كمان من الابحاث. 95% من الابحاث بيشتغلوا على وان سنجل فاريبل هو الموست امبورتنت برايمري اوتكم، وده اللي انت ملتزم بيه قصاد كل المجلات. طبعا كل ما كان البرايمري اناليسيس بتاعك على البرايمري اوتكمز بتاعتك سيمبل، كل ما كانت الايكويشن سيمبل، كل ما كانت المسائل كومبلكس، كل ما انت احتجت ايكويشن كومبلكس. والحقيقه يعني لم يثبت بايفيدنس قوي ان الكومبلكس اناليسيس افضل من السيمبل اناليسيس او السيمبل ايكويشنز في حساب السامبل سايز. وعشان كده ان جنرال ذير از ا ترند انك تستعمل simple equations، مش انت يعني الاحصائي يستعمل لك simple equation. طب ايه بقى الانترز اللي داخلة معانا؟ اهو دي اهم سلايد عندك بقى. الاحصائي محتاج منك ايه عشان يعمل لك sample size؟ محتاج انت تجيب له ايه وتبقى فاهم ايه؟ واحد، used outcome بتاعك والprimary analysis بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك انا دلوقتي جايب عيانين عندهم سكر وعيانين ما عندهمش سكر، وبقارن ما بينهم شيء اسمه الهيموجلوبين A1C. هو ده البحث بتاعي في الاساس. طبعا بقارن حاجات تانية كتير. كويس، يبقى البرايمري اناليسيس بتاعك هو كومباريزون، بكمبير الهيموجلوبين A1C حاجه بكمبير ما بين تو جروبس، دايابيتكس والنون دايابيتكس. يبقى البرايمري اوتكم بتاعي هو الهيموجلوبين A1C، والبرايمري اناليسيس بتاعي از كومباريزون اوف ذس هيموجلوبين A1C بين تو جروبس. اهو ده، دي اول حاجه لازم ابقى فاهمها. وات از يور برايمري اوتكم، وات از يور برايمري اناليسيس اللي انت عايز تستخدمهم في السامبل سايز كالكوليشن. يعني حضرتك مش الاحصائي هو اللي بيحددها اطلاقا، اللي بيحددها الباحث، هو اللي بيقول البرايمري اناليسيس بتاعه ايه، عشان هو ده البرايمري اوبجكتيف. ما هو البرايمري اوبجكتيف اسمه برايمري اوبجكتيف ليه، او المين اوبجكتيف ليه؟ لان هو ده اللي هيبقى عليه المين اناليسيس. والا لو الاناليسيس بتاع الريزلتس بتاعتك مش ماشي مع الاوبجكتيف، يبقى البحث بتاعك فيه ديسوسيشن غلط، في حاجه مش مظبوطه. ازاي ان البرايمري ستاتستيكال اناليسيس بتاعك مش هو اللي يوصلك للبرايمري او المين اوبجكتيف؟ ازاي؟ امال هو سميته مين اوبجكتيف ليه؟ يبقى الاثنين لازم يقوموا مع بعض، ودي شغلة الباحث وليست شغلة الإحصاء. يبقى نمرة واحد، حضرتك لازم تحدد what is the most important primary outcome اللي انت هتعمل عليه السامبل سايز، and what is the most important analysis اللي بنسميه primary analysis in your study. ودول بيتحددوا على أساس ايه؟ على أساس نقطة البحث نفسها والobjectives بتاعتك عايز توصل لإيه. ودول الاثنين بتوع الباحث مش بتوع الاحصاء. نمره 2، الاستاتستيكال تيست يوزد في الاناليسيس ده. احنا اتفقنا ان شغله الباحث انه يعرف وات سوتس وات، فبرضه الباحث اللي عنده معلومات احصائيه كباحث لازم يعرف، بما ان البرايمري اوتكم بتاعي هو كذا والبرايمري اناليسيس بتاعي هو كذا، يبقى التيست المستخدم هيبقى كذا. دي ممكن الإحصاء هو يعملها لك، إنما المهم إنك أنت كمان تبقى عارفها. ليه؟ حضرتك المسؤول عن كل حرف بيكتب في البحث بتاعه. انسى، انسى إنك ترمي مسؤولية على حد. المجلة بتعتبرك أنت المسؤول عن كل حاجة، بما فيها إنك تتأكد إن الإحصاء يشتغل صح. صحيح إن حسابك
او العقاب بيبقى اقل بكتير. يعني انا كريفيور لو لقيت احصى غلط بس الميثودولوجي حلو والتوبيك عجبني، هقول للاوثر ده من فضلك عيد الاحصى كلها and please consult a professional statistician. ليه بقى؟ لانه بعتبر على النية الطيبة انك انت حاولت تعمل الاحصى بنفسك، ودي نية كويسة انك حاولت تعملها بنفسك يعني كنوع من انواع الافورت، ولكن ما قدرتش انك انت تبقى بروفيشنال. ده النية الطيبة. او ما اقول لك ايه، عدها بس عند بروفيشنال ستاتستيشن بس، شكرا، انما ما رفضش البيبر. انما في بعض الناس يقول لك لا هو عامل احصاء غلط، انا ماليش دعوه مش عايزها، شكرا. ليه؟ الاحصائي اللي يخدع ريسيرشر بهذه الدرجه يبقى الريسيرشر ده مغفل، واذا كان ريسيرشر مغفل يبقى له كواليتي، وما دام له كواليتي اضمن منين ان بقيت شغله ما هوش له كواليتي برضه. ولما بتكون مجله برستيجيوس قوي وعندها ضغط كبير وبتاخد 10-12% من البيبرز اللي بتبقى سبميتد هي اللي بتتقبل، و80 90% بتترفض، هيرفضها على طول، هيرفضها على طول، خلاص. فيبقى الاستاتستيكال تيست نمره 2. 3، انت بتشتغل بيرد ولا بولد ديزاين؟ بيرد يعني ايه؟ يعني حضرتك بتقارن اليونت بنفسها زي قبله وبعد، يمين بالشمال، عيل بخوه، ها، ولا جروب بجروب؟ ده اسمه بولد ديزاين. البيرد والبولد ديزاين ار ريسيرش ديزاينز وليس ستاتستيكال ديزاينز. يعني حضرتك كريسيرش المفروض تبقى عارف انت شغلك شغال بيرد ولا بولد، انت اللي عارف مش الاحصاء. يبقى نمره 3، لازم تقول للاحصائي انت البرايمري اناليسيس بتاعك بيرد ولا بولد. ثم بعد كده يجي تو كونستانتس، حاجه اسمها تايب 1 ايرور او اسمه الفا ايرور او اسمه سيجنيفيكانس ليفل او اسمه كونفيدنس ليفل. كل ده الايرور 0.05 والكونفيدنس 95%. ما هو 0.05 يعني 5%، ده الايرور، يبقى قصادها الكونفيدنس ايه؟ 95، وده ثابت، ده ثابت. طبعا ممكن واحد يقول لي لا طب انا عايز الكونفيدنس يبقى 99%. حقك، بس هيعلي السامبل سايز عليك، انت بتبقشش على المجتمع العلمي. ما لم يكن هناك ضروره انك انت تزود الكونفيدنس عن 95%، اي ريكومند ان انت ما تزودش على نفسك، لان ده يشكك المجله فيك. ليه؟ حضرتك دلوقتي المفروض مثلا لو على 95% هتجيب عينه 100، طب على 99 هتجيب 130، ال 30 الزياده دول انت مش هتصرف عليهم وقت ومجهود وفلوس؟ قال لا. طب انت ليه؟ مين طلبهم منك؟ لتكون انت عاملهم في بيتكم. يبدا يشك بقى انك انت عامل الكلام ده تحت اللحاف، وتحت اللحاف ما يفرقش 10 من 100 من 1000 من مليون، هي كلها ارقام اصفار زياده، انما لا فيها وقت ولا مجهود ولا فلوس. فهو ده اللي يشككه ويقلقه. فعشان كده ما تزيدش على نفسك، غلط، التزم باللي العلم قال لك عليه، الا لو في بعض النقط اللي فيها خطر 95، يعني انك تسمح ب 5% ايرور في الاستيميشن بتاع الاحصاء، ده يبقى تقيل كتير، لا مش عايزين كده، نخليه 1% بس، ماشي، بس ده يكون سلو العلم وليس زياده حضرتك على نفسك. 2، الباور. الباور ده انذر كونستانت، ده 80%. انت عايز تعلي الباور ل 90 ل 95 ل 99، حقك، مفيش مشكله، بس نفس قصه الكونفيدنس. يبقى انا عندي تو كونستانتس، التايب 1 ايرور 5% اللي قصاده يبقى الكونفيدنس 95، دي او دي. في بعض الاحصائيين يقول لك انت عايز كونفيدنس كام في الميه، تقول له 95. بعض الاحصائيين يقول لك الالفا ايرور بتاعك كام، تقول له 5%. وبعض الاحصائيين ما يسالكش لانه عارف ان ده ستاندرد، وانت لو عايز تغير الستاندرد انت اللي تروح تقول له انا عايز اغير الستاندرد، انما ما دام انت ما اتكلمتش وهو ما اتكلمش يبقى دي ستاندرد 5% 5%. نفس الكلام الباور 80%،
لم يلزمك المجتمع العلمي إلا ب80% باور. خلاص يبقى ما تجيش تقول أنا عايزهم بقى 90، غلط، ده مش صح. ثم يجي بقى المصيبة الكبرى، الإفكت سايز. الإفكت سايز دي بقى هي الشيء اللي لازم نعرفه كويس ونفهمه علشان الإحصاء مش عارف يساعدني فيه. إيه الإفكت سايز ده بقى؟ حجم المشكلة اللي بتدور عليها قد إيه؟ طب ودي حضرتك كده أجيبها منين دي؟ أقول لك بقى تجيبها منين، وبعد كان عرف كل حاجة ببساطة. تجيبها من الليترتشر، ممكن previous experience، أو مفيش literature، أنا أول واحد يتكلم في الموضوع ده. يبقى تجيبها من your experience، إذا كان عندك experience في المعمل بتاعك، تجارب الشهر اللي فات، الشهر اللي قبله، لا ما عندناش برضو. expert opinion، شوف اسأل الاكسبرتس. طيب يعني هم يقولوا اللي هم عايزينه، يعني مش هسمع اللي هم عايزينه، هو اسمه اكسبرت، يعني مش هيقول كلام فارغ، يعني مش هيقول كلام فارغ، وده هيبان من الامثله اللي هنديها. طب ما فيش برضو، اعمل بايلوت ستادي وطلع انت نتائج اوليه منها، نعمل سامبل سايز كالكوليشن. طب ادينا امثله يا دكتور مجدي. بص الابحاث اما انها تكون ديسكريبتيف او تكون اناليتيكال. الابحاث الديسكريبتيف بتطلع رقم، بريفالنس، انسيدنس، حاجه واحد رقم. وابحاث الاناليتيكال مينلي ما بتبقى يا كومباريزون يا اسوسيشن، ده كده بالبلدي كده بسرعه يعني. طب انا شغلي ديسكريبتيف يا دكتور مجدي، انا عايز اعرف البريفالنس بتاع الكوفيد 19 في جزء معين في محافظه، في اي حاجه زي كده. حلو، الإفكت سايز ده يبقى إيه بقى؟ حضرتك متوقع الكوفيد 19 بريفالنس كم في المية؟ هو ده معنى، ده معنى كلمة الإفكت سايز هنا في الديسكريبتيف ستادي، أنا عايز أعرف دي. واحتمال تبقى متغيرة كم في المية؟ أقولها لكم تاني، في الديسكريبتيف ستاديز أنا عايز أعرف لو أنا بعايز بريفالنس أو إنسنس بتاعت أي حاجة، الإكسبكتد بريفالنس أو إنسنس قد إيه؟ بلس ماينس قد ايه؟ ممكن تزيد قد ايه وتقل قد ايه؟ طب ودي حضرتك عرفها منين؟ تعال نشوف. اقول لك دور في الليترتشر، هل في ناس في مجتمعات شبه مجتمعنا، منطقه الشرق الاوسط، جنوب شرق اسيا، الناس اللي زينا يعني، ها مش امريكا ولا استراليا ولا كندا، لا دول بعاد عننا، هل في حد فيهم طلع بريفالنس؟ تقولي اه في العراق، في الأردن طلعوا 7%. حلو، يبقى 7% هاي. طيب كويس، في حد تاني طلع في كمان في العراق 5%، وفي معرفش ايه 3%، وفي 11%. حلو، هات لي الرينج ده بقى كله من 3 ل 11%، هات الأفرج بتاعه وشوف قد ايه الاختلاف عنه. يعني ايه؟ لو من 3 ل 11%، 3 و11 14، على 2 ب7، يبقى الافرج 7% في منطقتنا دي كلها، منطقه العربيه، منطقه الشرق الاوسط. كويس، 7 من 3 4% و7 من 11 4%، يبقى انا عندي الافرج بريفالنس 7% بلس ماينس 4%. اديني الرقمين دول، شكرا، اعمل لك سامبل سايز على طول. يبقى الافكت سايز في الديسكريبتيف ستاديز هو حجم المشكلة المتوقع بلس ماينس حجم الايرور او الديفرنس المتوقع، اللي تشينج يعني. طيب حضرتك ما فيش حد في المنطقة بتاعتنا كلها عامل حاجة زي كده. طيب انتوا عندكم في لوكال انستتيوشنال ريكوردز للقصة دي؟ ممكن تقول لي او لا، لو نستعملها برضو. طيب ما عنديش لوكال ريكوردز برضو خالص. expert opinions، الاكسبرتس خلال السنه اللي فاتت شافوا تقريبا كوفيد قد ايه من عيانينهم او من الناس اللي بيترددوا عليهم؟ عندك دي؟ عندك، ما عندكش خلاص مش مشكله. ما كانش يبقى هات لك مثلا 30 40 واحد كده وطلع الايه البريفالنس بتاعتهم. ده بايلوت ستادي، ادي الطرق اللي ممكن اطلع بيها الافكت سايز علشان اعمل
sample size calculation لستادي epidemiologic descriptive. طيب يا دكتور مجدي انا مش عايز اعمل سامبل سايز كالكوليشن، مش عايز اعمل بايلوت ستادي وما عنديش اكسبرت اوبينيون، طيب مش ممكن نتوقع الارقام دي على الكوفيد مثلا بسيميلر انفكشن؟ انت اللي تقول، انت اللي صاحب العلم. هل الانفلونزا انتشارها زي الكوفيد؟ تقول لي علميا اه، خلاص يبقى شوف الناس اللي عاملين على الانفلونزا البريفالنس بتاعها في منطقتنا قد ايه بلس ماينس قد ايه. هتقول لي يا دكتور مجدي بس الكلام ده كلام inaccurate. ما هو طبعا inaccurate. السامبل سايز is called sample size estimation وليس calculation. It's not a certain sample size. ده estimation بس، فقط estimation. بس الفكرة انه المجتمع العلمي يقبل الانترست بتاعتك، يقبلها مش يرفضها، وده معناه انها لو لوجيك او بيولوجيك لوجيك تمشي يعني هتقبل. طيب يا دكتور مجدي افرض الانفلونزا لا مختلفه، السارس، ما هو السارس زي الكورونا، زي الكورونا فيروس. السارس فيروس لما انتشر من كام سنه نفس الانتشار؟ انت بقى اللي تقول، انت صاحب العلم، انت اللي عندك الباك جراوند. اه ما عندكش ارقام انما عندك باك جراوند تقدر تقول which is similar. يبقى ان ما لقيتش الظاهره اللي انت بتدور عليها فيها ليترشر، طب دور على ظاهره سيميلر. طيب معلش دكتور مجدي هقطع كلام حضرتك لحظه. امرك طبعا دكتور مجدي، تحت امرك، انا معاكي. الامر لله، ربنا يخليك. انزل لينك الشهادات حضرتك طبعاً. قدامك لسه وقت كتير، وانا قدامي 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق دكتور مجدي. سامعني؟ انا سامع حضرتك، انا قدامي 10 دقايق. مش سامع حضرتك كويس يا دكتور. انا قدامي 10 دقايق ان شاء الله، 10 دقايق دكتور أنا مجدي، قدامي 10 دقايق. خلاص تمام، هننزل لينك الشهادات. حضرتك كمل عادي يا دكتور، انا بس أوكي. عشان بس انزل اللينك. شكرا يا دكتور، اتفضل حضرتك، خد وقتك يا دكتور، خد وقتك. خلاص يبقى انا عندي ظاهره لها ليترتشر اوكي، ما كانش سيميلر. طب ما كانش ابعد شويه زي ما قلنا انفلونزا تنفع، سارس تنفع، انفلونزا الطيور H1N1، انفلونزا الخنازير، هل دول ينفعوا ولا ما ينفعوش؟ انت اللي تقول. فانت بتحاول تجيب اما نفس الظاهره اللي بتدرسها previously في الليترتشر او سيميلر، وتقعد تبعد 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 لحد انت نفسك ما تقول scientifically لا ده ما ينفعش، الانفكشن ده ما ينفعش. طيب لو انا عندي ظاهره في البني ادمين، اقول لك في الحيوانات في الانيمالز نفس الظاهره كبيولوجي تمشي، فممكن تجيب حاجه في الانيمالز. انفيترو ستاديز، هل ممكن الانفيترو ستاديز اخد منها الداتا؟ ممكن، بس الفكره عند انهي حد من الحدود حضرتك تقول دي سيميلر او لا؟ حضرتك اللي تقرر، ودي صعوبتها، المساله صعبه مش سهله، انك انت تقرر دي سيميلر او لا. ما دي نقطه بقى بتاعتك انت، عشان كده بيبذل فيها الباحث مجهود كبير مش قليل، بس اذا عرف يجيبها هيقدر يعمل السامبل سايز بتاعته، ويقدر ان هو يأفويد انه يعمل بايلوت ستادي which is more cost more effort more time علشان just اعمل سامبل سايز كالكوليشن. طيب لو انا بعمل حاجة analytical، بعمل comparison زي ما قلنا كده comparison of hemoglobin A1C ما بين الناس اللي عندهم ضغط سكر والناس اللي عندهم سكر، ده البرايمري analysis بتاعي وده البرايمري outcome بتاعي. جميل، هو الهيموجلوبين A1C ده بيتقاس بإيه؟ بيتقاس أرقام. حلو جميل، يبقى أنا عايز من حضرتك تقول لي الفرق اللي أنت متوقعه قد إيه؟ الفرق ما بين إيه وإيه؟ ما بين الديابيتكس واللون ديابيتكس. يعني ببساطة أنت بتدور على فرق قد إيه؟ فرق صغير ولا فرق كبير؟ كل ما كان الفرق اللي بتدور عليه صغير كل ما السامبل سايز لازم تكبر.
زي ما كل ما البريفلنس او الانستنس اللي انت بتدور عليها صغيره ونادره لازم السامبل سايز تبقى كبيره. ده كلام منطقي. وكمان تقول لي مش بس الفرق، لا، الفاريشن جوه الكنترول جروب قد ايه؟ كنترول مين؟ النورمال. هو الدايابيتس دول الاب نورمال. جوه الناس الكنترول الفاريشن بتاع الهيموجلوبين اي 1 سي قد ايه؟ طب وده بيبان ازاي؟ بالستاندرد ديفيشن. يعني ببساطه لازم من الليترتشر القديم او من اي سكه تجيب لي المين والستاندرد ديفيشن اوف هيموجلوبين اي 1 سي في الدايابيتكس وفي النون دايابيتكس. او ما نطرح المين من المين يديني الفرق، واخد الستاندرد ديفيشن بتاع الكنترول كده. التو انترس دول هم اللي هيخلوني اعمل سامبل سايز كالكوليشن. يبقى في كل الكومباراتيف ستادز، في كل الكومباراتيف ستادز المطلوب انك هتجيب لي اذا كان الاوتكم بتاعك كوانتيتيف اوتكم، هتجيب لي المين والستاندرد ديفيشن بتاع كل جروب فيهم، سواء بقى كانوا تو جروب، 3 جروب، 4 جروب، زي ما انت عايز بقى، ما تفرقش. هتجيب لي المين والستاندرد ديفيشن بتاع الفاريبل ده في كل جروب. خلاص. طيب افرض ان حضرتك في جروبس ما فيش فيها مين، ما فيش حدش عملها، يعني كل الناس عملت في الكنترول في النورمال انما ما حدش عمل في الدايابيتكس، انت متوقع تتوقع انه الناس الاب نورمال دول هيبقوا ازيد قد ايه او اقل قد ايه من المين بتاع النورمال؟ وده كتير قوي بنشوفه لما نشوف ادويه، يعني يجي دواء جديد بقارنه بدواء قديم از ريجارد مثلا البلاد بريشر، از ريجارد الهيموجلوبين ليفل، از ريجارد الصوديوم ليفل، از ريجارد البوتاسيوم ليفل، كرياتينين ليفل، اي حاجه اي ليفل. وبيجي يقول لك حضرتك الدواء الجديد ما حدش اشتغل عليه، انا عندي نتائج الدواء القديم كلها بس ما عنديش نتائج الدواء الجديد. حلو، حضرتك متوقع الدواء الجديد يحسن عن الدواء القديم كم في المية؟ قد ايه؟ 20%، 10%، 15%، 30%؟ ايه اقل امبروفمنت انت ككلينيشن، انت كبراكتيشنر تقبله؟ ده بيسموه الكلينيكالي او البراكتيكالي ليست امبورتنت ديفرنس. يعني انا النهارده راجل بتاع امراض نساء، لما يجي واحد يبيع لي دواء للستات الانفرتايل، الستات اللي بتخلفش، ويقول ان الدواء ده افضل من الادويه اللي انت بتستعملها، انا بقى كبتاع امراض نساء في دماغي في مخيلتي انا، الدواء الجديد ده يجيب كام في الميه بريجننسي ريت افضل من الدواء القديم عشان اقبله؟ انا اقول لك 10% اتليست. جبت الكلام ده منين؟ ماي اكسبيرينس، ده اكسبرت اوبينيون. طبعا بما اني اكسبرت يبقى لابد ان المجتمع العلمي العالمي يقبل ال 10% دي، لان ممكن واحد يقول لك طب بقول لك حاجه يا دكتور مجدي، مش انت قلت ان كل ما الفرق كبر كل ما السامبل سايز صغرت؟ اقول له ايوه. طب ما تخليها 50 60% فرق. اقول لك يا راجل بقى انت عشان تقبل دواء جديد لواحده ست ما بتخلفش لازم يكون بيجيب بريجننسي ريت 60% زياده عن اللي بيجيبه القديم، ده يطلع ايه ده ان شاء الله؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ اذا الرأي اللي اسمه expert opinion ما هوش مفتوح لمزاجي، لا، لازم يكون رأي منطقي، بس مشكلته انه ملوش literature، هو بالاكسبيرينس بس. كمان الاكسبيرينس دي عقل جمعي، عقل جمعي، يعني لازم الريفيورز والإديتورز بتوع المجلات يقبلوا منك ان ده least important difference. خلاص. بينما لو انت مثلا في كانسر هتقول والله 2-3% زيادة ده هقبله قوي، لو 1% هقبله قوي قوي. المشكلة لان 1% ده معناه ان في بني ادم يعني هنقذه من الموت. اذا الليست امبورتنت ديفرنس هو بيور براكتيكال، بيور كلينيكال، بيور ساينتفك تيرم، وليس له علاقة لا بالريسيرش ولا بالاحصاء. لا الاحصاء يساعدك ولا اي ريسيرش، واحد بتاع ريسيرش يعني واحد علم ريسيرش يساعدك خالص. ده الناس من مهنتك من البراكتس بتاعك هم اللي يقولوا what is the least important difference اللي عندك. طب لو كنت بعمل correlation
اديني الكورليشن كوفيشنت كام، لو بعمل اجريمنت اديني الاجريمنت كوفيشنت كام. كل ده بجيبه منين؟ الافكت سايز ده بجيبه منين؟ بجيبه من الليترتشر القديم، ادي نمره واحد. مفيش ليترتشر اكزاكتلي زي ما انا بشتغل، سيميلر ليترتشر، ثم ابعد شويه انيمال ستادز لو كنت بشتغل على هيومنز، او هيومن ستادز لو بشتغل على انيمال، خلاص ان فيترو، كل ده ممكن. المهم يكون فعلا سيميلر، وان المجتمع العلمي يقبل ان this is a similar situation. طب ما فيش اي سيميلر وما فيش اي ليترتشر خالص، يبقى your own experience. اذا كان عندك local experience، هي مش منشورة، انما في local experience في الانستيتيوت تاخدها. ما فيش يبقى expert opinion، ما فيش يبقى تعمل ايه؟ تعمل pilot study. ادي الطرق اللي انا او دي الانترز اللي انا بديها للاحصائي عشان يعمل لي سامبل سايز كالكوليشن. اما المعادلات فالمعادلات سهله، مفيش فيها اي مشكله خالص. المعادله مفيش فيها مشكله، وما تشغلوش بالكم بالمعادلات، اشغلوا بالكم بالانترز اللي هيسالك عليه الاحصائي. انت بتشتغل على انهي بول ولا بير؟ قول لي الافكت سايز، قول لي البرايمري اوتكم، قول لي البرايمري اناليسز. كل دي امور الاحصائي فيها مش هيعرف يساعدك، وانما حضرتك اللي هتساعد نفسك فيها. وعشان كده كان هنا من الاهميه ان احنا نتكلم فيها. اتمنى ان يكون الموضوع يعني ما كانش تقيل عليكم، وانه يعني المسائل مشيت. واشكركم على حسن استماعكم، وانا تحت امركم في اي سؤال او في اي كومنت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم دكتور السلام مجدي. ورحمة الله وبركاته. حضرتك معانا لسه؟ تمام. أيوة مع حضرتك. الحقيقة ما شاء الله يعني الناس كلها سعيدة جدا بالمحاضرة، المحاضرة قيمة جدا جدا يا دكتور، أضافت لنا كتير قوي الحقيقة، حاجات كتير قوي ما كناش نعرفها. نتمنى دايما وجودك معانا، والحقيقة يعني حاجة رائعة جدا، معلومات غزيرة يعني صعبة قوي انها تبقى في محاضرة واحدة، ما شاء الله على حضرتك جمعتها، ويعني كانت حاجة عظيمة جدا يعني. حقيقة في ثناء كتير على المحاضرة، وفي كمان اسئلة كتير لحضرتك، اتمنى بس حضرتك يكون عندك وقت وترد عليها بإذن الله. عندنا وقت. في سؤال بيقول حضرتك ازاي يحسب الافكت سايز اكسبيرمنتال ديزاين؟ ما هو نفس القصة، ما هي الفكره في الافكت سايز، في سواء ده اكسبيريمنتال ديزاين او ايا كان البحث ايه. حضرتك انت بتشوف الاول الاوتكم بتاعك ايه اللي انت عايز تحسب له افكت سايز. يعني انت عايز تحسب افكت سايز مثلا لاي سي 50، بتاخد دواء وعايز تحسب اي سي 50، كويس. الليترتشر بيقول ايه؟ لا مفيش ليترتشر. طيب يور اون اكسبيرينس بتقول ايه؟ اذا كان عندك ريكوردز قديمه تحللها، لا مفيش. طيب الاكسبرت اوبينيونز بيقولوا ايه؟ ما فيش. يبقى بايلوت ستادي، تعمل بايلوت ستادي لاثنين ثلاثه ماتيريال او لاثنين ثلاثه يونتس، وتطلع منهم نتيجه. النتيجه اللي هتطلع دي هي اللي تستعملها فور سامبل سايز كالكوليشن. تمام يا دكتور. هل في سؤال تاني بيقول لحضرتك، هل الافكت سايز از اوبليجاتوري تو بي انكلودد؟ طبعا اوبليجاتوري، لانه هو ما فيش احصائي هيشتغل من غير الافكت سايز. لازم تقول لي الافكت سايز ايه عشان اعرف اعمل لك سامبل سايز كالكوليشن. الانترز اللي انا قلتها دي اوبليجاتوري، ده مش هزار. تمام يا دكتور. هو في سؤال تاني اعتقد ان حضرتك جاوبته ضمنيا، لكن انا برضو لازم اقوله. طبعا. How to calculate the effect size or to pair in an experimental design. There is no calculation for the effect size. There is no calculation. هو determination، يعني بدور عليه، لازم حاجة تكون موجودة، يا إما أنا بخلقها ببايلوت ستادي فقط، مفيش عندي حاجة تانية. وده أصعب طريق، لأن عشان أعمل بايلوت ستادي دي مسألة مش سهلة، لأن ممكن جدا لو عندي الإفكت سايز صغير أو البريفلنس قليلة، أنا محتاج بايلوت ستادي كبيرة علشان أطلع منها أي معلومة. يعني افرضوا إن أنا عندي مثلا عندي شيء
بيحصل 1%، 1%، انا متوقع انه هيحصل 1%. لما انا اجيب بايلوت ستادي 20 بني ادم او 30 او هيطلع منهم صفر، لازم تجيب فوق المية عشان يطلع لك واحد. فهنا دي المسألة مش سهلة، وعشان كده بندور ونتعب نفسنا في الليترتشر ونتعب نفسنا في السيميلاريتي. السيميلار ايه؟ لانه اكيد انت ممكن تكون اول واحد بتتكلم في مشكلة جديدة، صح؟ بس مش معقول تكون اول واحد بتتكلم في مشكلة وانت اللي اخترعتها، يعني مش معقول، مش معقول. ولو كان كده في الغالب اول بيبر هتنشرها محدش هيطلب منك سامبل سايز كالكوليشن في الغالب، لانك انت بتاكسبلور شيء اول مره العالم كله يتعرف عليه، هيقول لك اعمل لي سامبل سايز. سامبل سايز على ايه؟ انما يوجوال ده ما بيحصلش. يوجوال احنا دايما بنبقى حلقات في قبلنا وفي بعدنا، فانت بتحاول تستفيد من اللي قبلك علشان تقدر تطلع افكت سايز تقدر تعتمد عليه في السامبل سايز كالكوليشن بتاعتك. تمام يا دكتور، جزاك الله خير. في سؤال تاني بيقول لحضرتك، لو كانت الدراسة على حيوانات تجارب بيكون دايما هناك مجموعة كنترول ومجموعة انديوزد وبقية المجموعات للمعاملات المختلفة، السؤال هنا هل يمكن القول، مش عارفة هو قال هل يمكن القول وسكت، ما عرفش الحقيقة هل يمكن القول ايه يعني. ما كملش. طيب ممكن ما كملش، معلش يا ريت يكمل واحنا ان شاء الله دكتور مجدي يجاوب له عليه. في سؤال تاني بيقول لو بندرس نظريه الاطفال واول مره تتعامل، بس اتعملت على ناس كبيره وتقاسد بنفس الطريقه اللي هيقيس بيها، ينفع احسب السامبل سايز عليها؟ ما هو هو انت كل اسئلتكم انا متوقعها تماما. المشكله ان انت عايزنا اديك رول في حاجه ملهاش رول. حضرتك اللي تقول قد ايه الادلت ريزلت ممكن تنطبق عليك، هل ممكن تستعملها كسيميلر ولا لا؟ ودي مش ممكن، يعني ممكن باحث يبقى له راي وباحث تاني له راي تاني، اللي يمنع؟ فبناخد كونسنسس، بناخد نشوف، بنشوف الاجماع، الناس مجمعه على ايه. هل الادلت ريزلت ممكن استعملها في التشيلدرن؟ مش بس بستعملها عشان هي إيه تبقى سيميلر، لا عشان بس سامبل سايز كالكوليشن مش اكتر. انما افرض بقى ان واحد يقول لك لا لا لا، معروف ان الديزيز ده في الادلتس مختلف اختلاف كلي وجزئي عن التشيلدرن، وده حاجه مش كومن يعني، بس افرض حد قال لك لا 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 ده بعيد قوي، فخلاص يبقى ما ينفعش. انما لو في سيميلاريتي ينفع. قد ايه؟ هاو ماتش سيميلاريتي؟ اي كانت تيل، ما اقدرش اقول. تمام يا دكتور، لحظة واحدة بس هقول لحضراتكم ان العدد كبير قوي في الحضور على الزوم وعلى اليوتيوب، فمعلش سامحونا، الشهادات هتكون في خلال ربع ساعة بس، لان يعني غصبا عننا العدد كبير، فربع ساعة بس وحضراتكم هتلاقوا شهاداتكم على الدرايف. في سؤال بيسأل حضرتك، لو عايز يدرس نسبة السمنة في الأطفال الكلينيكالي فري في مستشفى الجامعة، هل البوبوليشن عند هل البوبوليشن هنا عدد الأطفال المحافظة ولا عدد العيانين السنوي؟ لا، استنى عليا. البوبوليشن اللي انت بتخدمها بالبحث بتاعك هم كل الاطفال اللي عندهم المشكله في العالم كله. ده هو المنطق كده. هو انت عايز تخدم الاطفال اللي عندهم مشكله في جامعه القاهره ولا في القاهره ولا في الجيزه؟ لا طبعا، انت تبقى حاجه لوكال قوي. انت عايز وانت بتنشر انترناشنال انك انت تخدم الاطفال اللي عندهم الديزيز ده او عندهم المشكله دي في العالم كله، هم دول التارجت بوبوليشن بتاعتك. امال انت بتنقي السامبل منين؟ مما يسمى الافيلبل بوبوليشن، دول اللي انت تقدر تو اكسس. فانت بتقول احنا خدنا السامبل بتاعتنا من الاطفال اللي بيترددوا على مستشفى كذا او عدد من مستشفيات مختلفه بس، ومحدش يقدر يقول لك كلمه اكتر من كده. خلاص، المهم انك انت اعترفت من الاول ان this is not a random sample، this is not a random sample، فهمنا، وحددت inclusion و exclusion criteria، محدش قدر يخدشها باي شك. الانكلوجن و exclusion criteria بتاعتك مظبوطة، يبقى ده معناه ان انت البوبوليشن اللي انت اخترت منها تشمل نفس التارجت بوبوليشن اللي انت عايز تخدمها. شكرا يا دكتور. في سؤال تاني بيقول how to make BCA for data using SPSS. لا ما ده using SPSS تتعلم SPSS. احنا هنا مش هدفنا تعليم برنامج، لان في فرق كبير بين انك تتعلم احصاء وتتعلم SPSS.
يعني ناس كتير قوي من زمايلنا راح ياخد دوره اس بي اس اس في معهد الاحصاء اعتقادا منه ان هم يعلموه احصاء خالص. انا بعلمك برنامج تقوم تيجي تقول لي طب ما حضرتك انت بتكلمني عن ريجريشن، ريجريشن ده اللي هو ايه؟ يقول لك لا حضرتك اتعلم احصاء. فده حاجه وده حاجه، تتعلم تشتغل على برنامج دي قصه، وتتعلم الاحصاء دي قصه تانية، وتتعلم الريسيرشر رول في الاحصاء دي قصه ثالثه. احنا هنا اتكلمنا زي ما انتم شايفين كلها مسائل علميه وليست مسائل احصائيه، يعني فيها معادلات وحل مسائل و... لا لا مفيش كلام من ده خالص. فدي قصه تمام. وبمناسبه الاس بي تمام، وبمناسبه الاس بي اس اس انا يعني عارفه طبعا حضرتك رديت، بس انا لازم اقول الاسئله علشان صاحبها يسمعنا طبعا. هو عايز يعرف الفرق ما بين التو واي والوان واي. ما هو يبقى ده احصى بقى. هي دي احصى بالظبط. ده احصى. طب انا هقولها لك بسرعه. الوان واي انوفا احنا دايما لما بنحب نقارن انا بقارن شيء ما بين جروبس، يعني بقارن زي ما قلت انا كده، انا بقارن الهيموجلوبين اي 1 سي ما بين الدايابيتكس والنون دايابيتكس. يسموا الدايابيتس والنو دايابيتس اندبندنت فاريبل او العامل المؤثر، والهيموجلوبين اي 1 سي يمثل الديبندنت فاريبل او العامل المتاثر. طيب افرض انا بشتغل على مش تو جروبس، ثلاثه جروبس، جايب ثلاث ادويه وبقول انا عايز اعرف انهي دواء هو كويس، كويس في ايه؟ في السكسس ريت، كيور ريت. انا عايز اقارن ثلاثه جروبس از ريجارد ريت معين او اوتكم معين، بقى بستعمل الوان وي انوفا. ليه؟ لان عندي وان اندبندنت فاريبل. طيب افرض من كل دواء انا جبت ثلاثه ديوريشنز، ومن كل ديوريشن جبت ثلاثه دوزز، وانا عايز اعرف انهي دواء بانهي دوز بانهي ديوريشن هو الافضل. في الحاله دي انت عندك ثلاثه اندبندنت فاريبلز، نوع الدواء والديوريشن والدوز. في الحاله دي بستعمل الثري واي انوفا، ولو عندي الدواء والدوز بس يبقى تو واي انوفا وهكذا. يبقى المالتي واي انوفا هي لما يكون الاندبندنت فاريبلز مختلف، يعني اكتر من ليفل او اكتر من نوع من واحد. تمام يا دكتور. هو هنستاذن حضرتك بس في اخر سؤال علشان وقت حضرتك وكده ووقت الزملاء الحاضرين. الفرق ما بين حجم التاثير وحجم الاثر الناتج عن الفروق الداله بين العينات. لا خدوا بالك، التاثير هو شيء بيأثر على شيء، الاثر نتيجه، الاثر نتيجه فقط. فهمت الكلام؟ فطبعا الناس بتستعملها انترتشينجبلي عادي. فالمقصود في الاحصاء كاحصاء حجم التاثير او حجم الاثر الاثنين مقصود بيهم الايفكت سايز، مقصود بيهم الايفكت سايز ده يعني في الاحصاء كاحصاء. تمام 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 يا دكتور. واضح جدا. والحقيقه يعني مره تانية وطول الوقت نشكر حضرتك. المحاضرة أكتر من رائعة، الناس كلها استفادت. ومعلش جالي سؤال أخير هقوله لحضرتك، معلش احنا أسفين بقى سؤال أخير بس والله. هل تعتبر دراسات حيوانات التجارب راندم؟ وهل تحديد الإفكت سايز نبحث عنه في الليتريتشر عن شيوع المرض المستحق؟ طبعا الحكاية دي فيها ديبيت كبير قوي دلوقتي. هل الراندومايزيشن في الحيوانات التجارب دي شيء مانداتوري في البحث العلمي ولا لا؟ الحيوانات دي كوبيز ويعني هراندومايز ليه؟ الحقيقة يعني فيها كلام كتير جدا. الحيوانات العليا يعني البرايميتس كلها ناس كتير قوي بتقول الراندومايزيشن أساسي، لأنه الفروق ما بينهم تقرب للبني أدمين. أما في حيوانات التجارب الصغيرة زي الفران والأرانب والجيني بيجز والكلام ده كله الناس مختلفة الحقيقة. هل هم دول يعتبروا كوبيز ولا دول انديفيديوالز؟ الحقيقة أنا مقتنع برأي ألزنه ملوش سند، إنما أنا مقتنع بالرأي ده، إنه الراندومايزيشن ضررها إيه؟ ما هو ضرر الراندومايزيشن؟ يعني عندي 20 فار وعايز أقسمهم 10 و10، طب ما تنمرهم من 1 لـ20 واعمل راندومايزيشن تيبل وخد 10 و10 ات راندم، ايه اللي هيضرك في البحث؟ ايه التعب اللي تعبته؟ ولا حاجه. فان لم يكن له هدف او ان لم يكن ان كانوا كوبيز فانت ما خسرتش، وان كانوا انديفيديوالز فانت كسبت. على الاقل كسبت انك انت ما عملتش نوع من انواع السليكشن واللي ممكن يعني يغير شويه النتائج.
يعني ده رأيي يعني، انما هي طبعا ما فيش فيها ايفيدنس يعني سوليد ايفيدنس ما فيش. تمام يا دكتور، كل الشكر لحضرتك وجودك معانا، نتمنى دايما تبقى معانا، والمركز القومي للبحوث كله سعيد بوجود حضرتك وشعبة البحوث البيطرية. كل الشكر لأستاذ الدكتورة منى سعيد رئيس الشعبة على دايما اتاحتها الفرصة لينا ومساندتها، دكتورة نادية كل الشكر ليها، وكل الشكر الجزيل لوحدة المؤتمرات، تعبناكم معانا النهاردة ودايما موفقين، دايما معاملين الجديد بإذن الله. الشكر الجزيل طبعا للأستاذ الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث يعني اللي اتاحته الفرصة لينا. شكرا دكتور مجدي، نتمنى نشوفك معانا دايما ان شاء الله. الف شكر لحضرتك، ويعني لا يسعنا غير ان احنا نقول جزاك الله خيرا، جعله الله في ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الشهادات زي ما قلنا. لا لسه هي تتكلم، هي صوتها مش انت قفلت دكتورة. دكتورة منى اتفضلي حضرتك معانا. سلام عليكم. منى اتفضلي. سلام عليكم. الحمد لله انا وصلت المركز اهو، وانا شاكره جدا جدا المحاضره الطيبه اللي كلنا استفدنا بيها صغير وكبير. شاكره لحضراتكم، للدكتور مجدي الف الف شكر، وفعلا محاضره شيقه يا دكتور، ونتمنى يعني سلسله من هذه المحاضرات. شاكره لوحده المؤتمرات، وشاكره لاداره المركز والاستاذه الدكتوره ناديه. صوت بيقطع يا دكتورة نادية، صوت بيقطع، صوت بيقطع يا دكتورة، صوت بيقطع حضرتك، صوتك مش واصل. كده واصل؟ ايوه كده واصل. ايوه اتفضل. انا بشكر الدكتور مجدي جدا 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 على المحاضرة القيمة اللي قالها، والفيدباك جاي بسم الله ما شاء الله، الناس كلها مبسوطة جدا من طريقة حضرتك والمعلومات القيمة، وبيتمنى ان يكون في سلسلة تانية تكملة للموضوع ده، ومتشكرين جدا لمجهودك، وشكرا للمؤتمرات، وشكرا لإدارة المركز، وشكرا للعنوان، شكرا للدكتورة منى طبعا على الدعم، نتمنى ما تكونش دكتورة إيمان اللي قدرتي فعلا هذه الندوة بجدارة، ربنا يخليك جدا، ونتمنى نشوفكم جميعا على خير. السلام عليكم. إن شاء الله، وإحنا اللي متشكرين لوجود حضرتك، ومتشكرين جدا لدعمك حضرتك الدكتورة نادية، من غيركم إحنا ما نقدرش نعمل حاجة يعني.